التدخين بيدفعك ثمن سنانك، التدخين بيضر باللثة بشكل غير عادي، التدخين بيخلي الهيلينج أو فرص الزراعة بتتأثر. يعني ما حدش يقول لي أنا بدخن مش عارف كام سيجارة في اليوم وروح أعمل زرعة والأمور هتمشي، ممكن تمشي، ممكن تتستر زي ما بيقولوا، لكن في كتير من الأحيان الزرعة بتفيل بسبب التدخين. التدخين بيأثر بصورة كبيرة جدا على الصحة العامة، وكمان حتى في زراعة الأسنان ما نقدرش نعمل زراعة بصورة طبيعية إذا كان الشخص مدخن بصورة كبيرة. التحسين السطح الخارجي للزرعة أصبح بيأثر في عامل الوقت، لأن الالتئام ده في الطبيعي كان بياخد 4 شهور، وقبل كده كان بياخد 6 شهور، أصبح يقل ل6 أسابيع دلوقتي، لأن اللثة لو فيها مشكلة حوالين الزرعة هتسبب فشل في زراعة الأسنان. ممكن بعد اللودنج أو بعد لما أعمل تحميل على الزراعة واللثة مش هيلد بصورة طبيعية حوالين الزراعة، ممكن يسبب مشاكل في الزرعة ويحصل لها، بدل ما يحصل أوستنتجريشن يحصل العكس، يحصل أنها تبدأ تسيب من العظم بسبب أن في مشاكل بيريو. الناس بتتعامل مع اللثة باستهتار، تلاقي اللثة فيها التهاب والناس مطنشة، تلاقي اللثة فيها آلام والناس مطنشة، احمرار شديد جدا ونزيف. يعني حتة يعني أنا مش متخيل أن حد يقول لي أنا وأنا بغسل سناني عادي بتنزل دم. طيب رحت للدكتور؟ هروح. الإنسان عرف إجراء تقويم الأسنان من آلاف السنين بحسب اكتشافات آثار المصريين القدماء والرومانيين. أما تقويم الأسنان كعلم تقام فيه الأبحاث والدراسات بهدف تطويره، فبترجع بدايته للقرن 18، لما قام عالم فرنسي اسمه بيير فوتشارد بتأليف كتاب يحتوي على فصل كامل يختص بعلم تقويم الأسنان. وبعده انتشر استخدام الدعامات وأسلاك المعدن في بداية القرن 20، وكانت هي دي القاعدة اللي بيبني عليها العلماء دراستهم وتحديثهم لمجال تقويم الأسنان حتى الآن. أهلا بكم، النهاردة يوم جميل في عالم طب الأسنان، وفي عالم مظلوم في عالم طب الأسنان أكيد هو التقويم. العالم المظلوم ليه مظلوم؟ هنفهم النهاردة يعني جاي منين الظلم؟ جاي من عدم تقدير هذا العلم الرائع جدا، جاي من تسرع الناس في بعض الأحيان وإهمالهم في بعض الأحيان الأخرى اللي بيدور التقويم ده نفهم. ولو إن مشاهير في العالم وضعوا تقويم سنان، مشاهير في العالم، يمكن الأمير هاري على فكرة، هذا الشخص اللطيف جدا أمير هاري من أشهر الناس اللي حطت وسائل الإعلام يعني اهتمت بالموضوع ده وبينته جدا، غير أمير هاني المغنية فايت هيل معرفهاش قوي، بس حطت أو كانت من المشاهير برضو اللي حطوا تقويم أسنان فايت هيل دي. كمان جوني ستيفاني دي كانت بقى من الناس، جوني ستيفاني اللي حطت تقويم عشان شكله حلو عجبها الموضوع، وده في التسعينات وأول الألفينية اللي فاتت. لكن الأشهر على الإطلاق هو توم كروز. توم كروز مش دايما كانت ابتسامته كده، توم كروز كانت ابتسامته واسنانه كانت فيها مشاكل كبيره، عمل تقويم وبعدين تجميل، قصه طويله قوي عشان يوصل توم كروز للشكل ده. لكن ارجع تاني لجمله مهمه بدات بها حوار، تقويم هذا العالم المظلوم في عالم طب الاسنان. دايما الجزء في الطب المظلوم هو الذي لا يقدر، لا يعني يشرح بشكل تفصيلي، ما يتسلطش عليه الضوء بشكل كامل، وده كله متوافر في التقويم. فالنهارده هنحاول ان احنا نخرجه من هذه المظلوميه ونشيل المسؤوليه اللي علينا، يبقى المسؤوليه عليكم انتوا تفهموا هذا الكلام، ويبدا اجيال تهتم انها تعمل تقويم في اسنانها ما يكسلوش.
ضيفي العزيز واحد من المبدعين في هذا المجال، بيسعدني جدا باسلوبه العلمي الراقي جدا في الشرح والتفصيل. يعني الحقيقه النهارده ببقى سعيد قوي لما يكون ضيفي هو الدكتور محمد سامح الحديدي، اخصائي زراعه وتجميل الاسنان، ماجستير زراعه الاسنان من جامعه القاهره، والمؤسس لمراكز رايدنت لزراعه وتجميل الاسنان. ضيفي العزيز، اهلا بك. اهلا بك يا دكتور. هبدا بسؤال في المضمون اللي انا قلته، هل التقويم فعلا زي ما انا قلت هو البرانش المظلوم في عالم طب الاسنان؟ هو التقويم يمكن مش واخد حقه شويه في الـ 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 الشرح زي ما حضرتك قلت، اذا كان من ناحيه الطبيب او التواصل بين الطبيب والمريض. اصبح الناس مش يعني كان الناس ما عندهمش وعي قوي في التقويم، او يسيب الطفل لما يكبر ويبدا السن يكبر وبعد كده يدور على تقويم، لان هو مش عارف السن مثلا المناسب للتقويم قد ايه، او هل هو محتاج تقويم ولا لا. فاحنا هنحاول ان شاء الله نشرح امتى نحتاج تقويم، امتى اعرف ان ابني محتاج تقويم ولا لا، ان شاء الله نوضح الكلام ده. يعني دايما التقويم مرتبط بالعمر، فاول سؤال ليا العمر المناسب. التقويم مهم جدا، العمر المناسب للتقويم، او الاطفال في السن الصغير ناخد بالنا منهم قبل ما نبدا تقويم اصلا هل هو يحتاج ولا لا. يعني يمكن بنبدا نتابع السن الطفل من هو صغير في سن الميكس دنتيشن او اختلاط الاسنان الدايمه والاسنان اللبنيه في بقه. يعني لما يجي ابني او البنت صغيره عنده من 6 ل 12 سنه، السن ده ميكس دنتيشن، يعني في اسنان لبنيه موجوده وفي اسنان دايمه موجوده. مهم قوي ان احنا نتابع في الفتره دي عند دكتور التقويم او دكتور الاسنان، هنعرف هل هو هيحتاج يعمل تقويم بعد كده ولا لا اثناء النمو. انما السن الامثل للتقويم هو سن 12 سنه او 13 سنه بالنسبه للاولاد والبنات. يمكن البنات بيبقى الجروث بتاعهم اسرع شويه، فيفضل ان احنا ما نتاخرش قوي في بدء التقويم مع البنات، انما في الاولاد ممكن لحد 18 سنه. السن الانسب هو سن 12 سنه. 12 سنه، لان البنات وفي البنات خلي بالكم نموهم اسرع. انواع بقى التقويم، لان كل شويه في ابتكارات في الانواع كمان. والله هو الاشهر في التقويم اذا كان في الفيكسد، يعني في تقويم بيبقى ثابت على السنان، جهاز تقويم بيبقى ثابت على السنان، وده في منه نوعين من انواع التقويم، اللي هو التقويم المعدني او التقويم السيراميك او الكلير اورثو. فالاثنين دول قدامنا دلوقتي على الشاشه، في صوره فيها سيراميك وفي صوره فيها التقويم المعدني. التقويم المعدني ده او السيراميك اللي الناحيه الثانيه ده، دول الاثنين فيكسد، يعني بيبقوا ثابتين على السنان، وبيتابع المريض اسنانه عند الدكتور تقريبا كل 21 يوم علشان نبدا نعمل حركه في الاسنان ونغير الوايرز والقطاي او الحاجات اللي بتتحط على الجهاز ده. النوعين دول في فرق كبير بينهم في الوقت والسرعه. المعدني يمكن اسرع كتير من الشفاف. الاثنين هما النقطه اللي بحب اوضحها، ان الاثنين دول في واحد شفاف وفي واحد معدني، انما الاثنين دول ثابتين. في نوع تاني من انواع التقويم الجديده اللي هو الكلير اللاينر او كلير اورثو، وده ما بيكونش فيكسد على الاسنان، دي حاجه بيلبسها زي تري كده او نايت جارد بيلبسها المريض، وبتتغير كل شهر بالمتابعه مع الدكتور. تبقى مقاسات. مقاسات او اشكال واشكال. بناخد مقاس وبنبدا نعمل بلان على السوفت وير، نحرك الاسنان دي وندي له حاجه يلبسها على اسنانه، بتبدا تحرك سنانه كل شهر لوضع مختلف عن الشهر اللي قبله. دايما في كلمه في الطب الناس لازم تفهمها اسمها بريكوشن، وبريكوشن باللغه العربيه يعني احتياطات. احتياطات. احتياطات دي كلمه يعني في الطب ليها معنى مهم وليها قيمه كبيره قوي. انا عايز ابين للناس ايه الاحتياطات اللي بناخدها واحنا بنعمل تقويم. نجيبها من الاول خالص. اول حاجه هنعمل احتياطنا فيها ان احنا قبل ما نعمل تقويم لازم نعمل اكس راي ونشوف جذور الاسنان مناسبه ان احنا نعمل تقويم ولا لا، حاله الاسنان والعظم عموما. ودي حاجه خاصه بالطبيب او الدكتور انه يعمل فحوصات كويس ويعمل فحص شامل على الاسنان باكس راي وصور واشعاعات، من خلالها بيحدد التريتمنت بلان بتاعه او الخطه العلاجيه بتاعته، وبعد كده بيبدا يعمل التقويم.
اختيار نوع التقويم المناسب للحالة مهم جدا، ان انا اشرح للمريض او الطفل انا هعمل له ايه بالظبط علشان يقدر هو كمان يحافظ على الحاجات اللي انا هحطها له بقه، لان هو زي ما قلنا هو سنه 12 سنة فمش بيكون واعي لدرجة كافية انه مقدر قيمة الحاجات اللي بتتحط في بقه او الحاجات اللي بتبقى ملزوقة على سنانه، فبيبدأ يعمل حاجات في الاكل والعادات اللي هو بيعملها ممكن تأثر بصورة كبيرة على التقويم وعلى نتائج كمان التقويم. لأن أنا كطبيب لو حطيت النهاردة براكتس أورثو أو حاجات تقويم على أسنانه وهو جي كل حاجات من الممنوعات اللي هنديها له في الممنوعات اللي ممكن ما يأكلهاش أثناء فترة التقويم ويكسر أي حاجة من البراكتس دي، هيضطر الدكتور أنه يرجع لخطوة تانية ورا وبالتالي هيأثر على مدة الخطة العلاجية بتاعته. فمهم جدا ان الطبيب التقويم يتواصل مع المريض في النقطه دي بالذات، وهي انه يعلمه هو هيعمل ايه بالظبط ويشرح له بالظبط هيعمل ايه، الحاجات اللي هياكلها، الحاجات اللي مش هيقدر ياكلها، الكلام ده كله مهم جدا في ان احنا ناخد احتياطاتنا اثناء فتره التقويم. لو واحد كبر وعنده مشاكل سنان يعني ملخبطه، هل ينفع له تقويم؟ هو كبير في السن، عنده 40 سنه 50 سنه؟ والله هو ما فيش سن يمنع التقويم، اهم حاجه في السن الكبير ده ان احنا ناخد بالنا من الاكس راي بتاعه ونشوف كثافه العظم بتاعته قد ايه، واشرح له لان كثافه العظم في السن الكبير هتاثر على مده العلاج بس، وكمان انه ما يكونش مثلا عنده سكر او حاجه. انما في حلول تانية لكبار السن او اللي عنده مشاكل في اسنانه لخبطه او كده او مشكله في البيض وخلافه، انه ممكن يعمل مشكله في العضه او مشاكل حتى في كراودنج او لخبطه في السنان، ممكن نحلها بحلول تجميليه تانية خصوصا في السن الكبير علشان الوقت والسرعه في الوقت انه يقدر يتحرك بصوره طبيعيه وياكل بشكل طبيعي، وكمان الوقت بيكون اطول جدا في السن الكبير، فنقدر نحلها بتجميل اسنان زي مثلا الحاله اللي هتظهر قدامنا دلوقتي، في مشكله فيها كبيره في البايت او العضه بتاعتها، فحلناها بكراونز وفينيرز من ناحيه تجميليه ومن ناحيه تانية علاجيه، ان احنا نقدر نحط اسناننا في الوضع الطبيعي بتاعها من حيث الاوكلوجن التطابق او من حيث الشكل. اول سؤال واكتر سؤال بيهم الناس قوي في موضوع التقويم ان هم هيسالوك على المده. اقول لك وبعدين الناس برضو انا بزعل قوي لما الناس تحط كلمه المده دي في الاسلوب العلاجي كانها عائق، تقول لهم المدة هتطول بس هي ممكن تبقى عائق في سن معين وهو ده الأشهر في الأشهر في التقويم، بيكون عائق عند كتير من البنات بشكل خاص، يعني هو فترة العشرينات لأنه هو في الفترة اللي بتكون فيها خطوبة مثلا أو جواز أو الحاجات دي، فالسن خصوصا لو اتأخرت وبتيجي بقى ساعة الخطوبة عايزة تلحق تخلص قبل ما تتجوز، فالفترة دي مهمة جدا في علاج التقويم واختيار التقويم المناسب. حتى في حاجات دلوقتي سريعة، اختيار النوع المناسب في التقويم مع البيشنت مهم جدا. إنما لو هو سنه لسه صغير 12 سنه 13 سنه بدا في السن المناسب بتاعه، اعتقد ان مفيش مشكله في الوقت وناخد وقتنا خالص في التقويم، مفيش اي مشكله او عائق في الوقت، يعني ما ينفعش يحط الوقت كعائق زي ما حضرتك قلت في الخطه العلاجيه بتاعته. الوقت بيختلف باختلاف النوع؟ بيختلف باختلاف النوع. انا قلت يمكن في الصوره الاولى التقويم السيراميك او التقويم الشفاف بياخد وقت شويه عن التقويم المعدني، دي حاجه فيزيكال فيزيكال، يعني سرعه الواير على التقويم المعدني بيمشي بصوره اسرع ما اني امشي واير على التقويم الشفاف، يعني بنفس فكره قضبان السكه الحديد، القطر بيمشي على القضبان الحديد بسرعه كبيره. غير ليه؟ لان هو فيزيكس كلها حديد في حديد ماشي على بعضه، حديد على حديد بيمشي اسرع من لما انا امشي واير حديد على حاجه سيراميك او سيراميك على سيراميك، فبتمشي ابطا شويه. هي حاجه فيزيائيه مش مشغوله حاجه فيزيائيه يعني البيشنت مش هيشغل دماغه بيها قوي، انما هي بتاثر على المود. نوع التقويم بيأثر على المود. سؤالي اللي جاي سؤال بقى يعني برضو فلسفي شويه، في حالات ما ينفعهاش تقويم؟ يعني نقدر نقول للعين لا 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 ما ينفعلكش تقويم، هنمشي في اتجاه تاني؟ والله خصوصا السؤال ده ممكن في السن الكبير وعنده مثلا دايبيتك او سكر، ما ينفعش يعمل تقويم في السن الكبير ويكون عنده سكر كمان، لان السكر اصلا بيأثر على البون هيلينج، فكمان حركه الاسنان
في الوقت ده بتكون مش كويسة، وخصوصا لو هو دايبيتك أو عنده سكر يعني. قبل تقويم في فحوصات معينة، تجهيزات معينة. ما احنا بنعمل اكس ريز واشعاعات وصور، من خلالها بنقدر نحدد اذا كان هيعمل تقويم دلوقتي ولا محتاجين فحوصات زيادة او كده. نيجي بقى للحتة اللي الناس ممكن تلخبط فيها، الاكل الشرب. في بقى تعليمات دي التعليمات اللي دايما بنقولها لما بنركب تقويم خصوصا في السن الصغير، اللي هو الحاجات الناشفه، المكسرات، الشوكولاتات، البيبسي، يعني مش المياه الغازيه يعني، او لو سنه مثلا احتاجت خلع بدري عن سنها في سن مثلا 6 سنين وهي اللور اي مثلا، سنه من الاسنان او الضروس اللي بتتخلع في الاشهر عند الاطفال بصوره شهيره جدا، اتخلعت بدري عن ميعادها زي المكان اللي فاضي فيه الصوره قدامنا دلوقتي، ومحتاجين الضرس اللي تحته هيطلع مثلا في سن 9 سنين او 10 سنين، فمحتاجين نعمل حاجه اسمها سبيس مينتينر او حافظ مسافه. السبيس مينتينر ده بيساعد ان الضرس اللي تحت الاسنان ما تملش في المكان اللي فاضي، فبالتالي الضرس اللي تحت يطلع في مكانه بصوره سليمه وما نحتاجش بعد كده ان احنا نعمل تقويم اسنان. الحالات اللي زي كده او الحاجات اللي بتحتاج مثلا حافظ مسافه او سبيس مينتينر، وفي حاجات تانيه ممكن تحتاجها في الميكس دنتيشن، بتخلينا ان احنا ما نعملش تقويم بعد كده. ده بيسموه الطب الوقائي او التقويم الوقائي. تقويم وقائي ده شيء رائع جدا جدا جدا. خليني برضو اروح للتقويم الشفاف والمعدني تحديدا، مش ده له حالات وده له حالات؟ يعني مش اي حاجه يعني، مثلا في حالات ممكن تقول له يجي هو عايز يعمل تقويم شفاف تقول له لا ما ينفعش؟ التقويم الشفاف اللي بيتلبس، اللي بيتشال وبيتلبس، ده هو ده اللي ممكن ما ينفعوش، زي خصوصا في حالات. قول شوي اتفضل. هيجي لك حد 2 3 اصحاب عيله وعايزين يعملوا هوليود سمايل، عايزين يعملوا ابتسامه، هم جايين عايزين يحصلوا على ابتسامه جميله. تمام. ويقول لك احنا عايزين الابتسامه زي الصور اللي انتم بتطلعوها لنا بقى في التلفزيون، التلفزيون بتجيبوا لنا صور حلوه خالص، فانا عايز ابقى زيها. طيب التقويم والفينير والكراونز يقدروا يوصلوا لنفس النتيجه؟ هوليود سمايل. بص، هو ان انا احصل على هوليود سمايل ده مسمى زي ما حضرتك قلت كده بيطلع على التلفزيون او يعني هو طلع من زمان قوي، هو طالع من زمان انما بيختلف على حسب البيشنت نفسه. انا دلوقتي البيشنت محتاج ايه علشان يوصل لاحسن ابتسامه عنده؟ لو واحد عنده كراودنج، فانا مش هادخل على فينيرز من غير ما اظبط الكراودنج ده، الازدحامات دي. عنده سبيسنج كبير، مش سبيسنج بسيط. لو سبيسنج بسيط ممكن نصلحه، فراغات بسيطه ممكن نقفلها بالفينيرز او التجميل. انما لو مشكله كبيره زي كلاس 2، عضم مش مظبوطه، الكلام ده كله ما بيتصلحش بفينيرز بس. هنشوف المشكله فين ونحدد طريق العلاج بتاعها. يعني التقويم ممكن يحصل على ابتسامه جميله جدا، انما التقويم ملوش اي علاقه بلون الاسنان. يعني لو واحد جاي زي ما حضرتك قلت كده جاي علشان يعمل سنان بيضه، التقويم مش هيخلي سناني بيضه، التقويم هيعدل سناني في الصوره السليمه بتاعها، في الصف السليم بتاعه، بشكل كويس، بابتسامه كويسه، انما بنفس لونها. بتختلف بقى، ممكن مريض يجي عايز لون سنانه افتح، عايز لون سنانه يتغير، ممكن نعمل بتقويم وتبييض نوصل للنتيجه المثاليه، ممكن نعمل بفينيرز، ممكن نعمل الاثنين مع بعض. على حسب كل حاله هنوجه للصوره السليمه بتاعتها. طيب ما ننزل الشارع ونشوف الناس بتسال بتقول ايه. لغه الشارع دايما لغه ليها طبيعه خاصه، تعال نسمع مع بعض. حضرتك بس يا دكتور ايمن، حضرتك يعني على الفروق بين الاسنان، عايز اعرف لها يعني لو ليها تقويم مثلا بتركب لها حاجات، عايز افهم يعني لو ليها علاج سريع السمر، يعني السواد اللي في بين الاسنان دوت، عايز افهمه برضه يعني ايه سببه وايه علاجه، وعايز افهم مثلا يعني لو في علاج يعني مؤقت او علاج دائم. سؤال ذكي
في الجزء الاخير بالذات هل هيكون مؤقت العلاج هو انصمار في اسنانه؟ اسمه مسمر. انت لو بتشرب سجاير او بتشرب قهوه كتير او شاي كتير لازم توقف الثلاثه دول طبعا، ثم يجي لك نشوف العلاج. اه العلاج اذا كان فيه، هو انا شفته بقول فراغات بين الاسنان وسمار بين الاسنان. يس. الفراغات اللي بين الاسنان ممكن تتحل بحل دايم ب مثلا ممكن تبقى كومبوزيت ريستوريشن او حشوات تجميليه او عن طريق كراونز وفنيرز. دول حلين دايمين للفراغات الصغيره اللي بين الاسنان او التقويم اللي هو موضوع حلقتنا النهارده. والاحسن والحل الدايم هو التقويم لو في فراغات بين الاسنان، ان احنا نعمل تقويم ونقفل الفراغات دي. الحاجات السمار البسيط يمكن هو بيشرح على حالته. الحاجات الاسنان اللي بيكون فيها فراغات الاكل بيجمع بين الاسنان، فبتبدا تعمل كالكولس او جير او صبغات بين الاسنان. طبعا الحاجات دي هتحتاج تنظيف جير او تلميع لاسنانه، هيفضل اسنانه تغمق تاني اذا ما حلش السبب ان الاكل بيركن في المكان ده او الاكل بيتراكم في المكان ده، فهي هتفضل تلون تاني اذا عمل تنظيف جير وساب الوضع على حاله. خلينا نشوف بقى ابو العريف قد يودي اهله او اصحابه في داهيه، لان ده بقى الفتي في التقويم اشهر انواع الفتي في الاسنان. طفل وابوه وامه او شاب صغير وابوه وامه ناويين، ويدخل هذا الشخص الجميل لكي يدلو بدلو. تعالوا نشوف ابو العريف هيقول ايه. يا بيشة، لولو بنت اخويا عندها 17 سنه وعاوز يعمل لها تقويم في سنانها. يا ابني انت الفلوس محيراك؟ قال لي البت متضايقه من سنانها وكبرت وعاوزه شكلها يبقى حلو وسط اصحابها. هنمشي بقى ورا العيال، ما هو بعد سنة تبقى كملت التمنتاشر، تروح تظبط بقى تخلع وتساوي وتزرع وتحط الفينير اللذيذ. التقويم يا حبيبي مضيعة للوقت والفلوس، كانوا بيعملوه زمان قبل تجميل الأسنان ما يتطور، دلوقتي بطل وبقى موضة قديمة. قلها عمه بيقولك اتقالي سنة كمان تاخدي حاجة نظيفة. مستعجلة؟ حط لها فينير دلوقتي يغطي اللي مش عاجبها من سنانها، نبقى ما زعلناهاش، ملناش بركة اللي نقوله. على فكرة الكلام ده بيتقال في العائلات فعلا. بيتقال يعني في ناس بتحط مناخيرها في الطب وبتفتي، وده بيودي الدنيا في داهية. مش بس في العائلات، في ناس ملهاش علاقة بالطب خالص من قريب أو بعيد، ولا دكاترة ولا بتاعه، بيطلعوا في شاشات ويقولوا احنا دكاترة وتغذية، ويتكلموا في التغذية ويتكلموا في حاجات كتير جدا. وهتلاقي في الأسنان برضو ناس هتطلع تتكلم أكيد. ده يعني لأنه مفيش رقابة، مفيش ضمير في حتت كتير أو للأسف. فخليني أرجع أقول لك أنه ودى البنت في مشكلة. لا، هو 17 سنة مستل لسه ممكن تعمل تقويم حتى للسن الكبير. مش لازم يعني نشوف، زي ما قلنا دايما نشوف المشكلة فين ونحلها. المشكلة لو في مشكلة في كراودنج سبيسنج، أي حاجة من الحاجات اللي بتخلي الضحكة أو الكلام مش مظبوط، ممكن نحلها بتقويم الأسنان ونستنى شوية. السنة مش هتفرق كتير في العمر، إنما هتفرق كتير جدا في صحة أسنان. بعد كده ممكن لو احتاجت تعمل يعني الدكتور هيحدد الخطة العلاجية المناسبة ليها إذا كانت تجميل أو تقويم أسنان. عظيم. تعال نروح بقى لثلاث محطات بتوعنا الجمال. المحطة الأولى هي الأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ التقويم الشفاف أو التقويم المعدني بعده قد تعود الأسنان إلى وضعها السابق، لأن الأسنان تمتلك ذاكرة. الكلام ده صح أبيض ولا أسود غلط ولا رمادي؟ أبيض صح مظبوط. الاسنان بعد التقويم خصوصا في السن الصغير، خصوصا في حالات السبيسنج اللي اتكلمنا عنها النهارده، ممكن ترجع لوضعها الاول تاني، لان الاسنان او العظم في ذاكره او ميموري بتحفظ شكل الاسنان كانت عامله ازاي، بترجع لوضعها تاني. علشان كده بنضطر نعمل حاجه اسمها فيكسيشن بعد التقويم او تثبيت بعد التقويم، بيفضل يمكن فتره لخمس سنين او حاجه بعد التقويم. المحطه التانيه، جامد متهم أم بريء؟
المريض اللي يعمل تقويم وما يهتمش بأسنانه فترة التقويم السنة ديت ولا السنة ونص، هو سايب سنانه لا بيغسل ولا بتاع، يقول لك فترة التقويم أنا اللي هيخليني أغسل سناني، ده كارثة. ده متهم طبعا. أثناء فترة التقويم احنا بننصح جدا ان احنا نهتم بأسناننا بزيادة، يعني كل بغسل أسناني مرة أو مرتين في اليوم قبل التقويم، لا بالعكس نغسلها 3-4 مرات في اليوم أثناء فترة التقويم لنحافظ على اللسة وحركة السنان في العظم. المحطة الثالثة، شك أم يقين؟ ده سؤال بروحين. بعد التقويم وفي أثناءه ما تاكلش حاجة قوية، تفاح لأ، كمثرى لأ، عشان السنان في التقويم وبعده بتضعف. ده كلام وهم ولا شك ولا يقين؟ هو شك، يعني هو زي ما حضرتك قلت كده بروحين، هو في كلام صح وفي كلام غلط. الكلام الصح ان هو ما ينفعش ناكل نواشف اثناء فتره التقويم، انما التفاح والحاجات دي ممكن نقطعها وناكلها عادي ما فيش مشكله. يمكن مكسرات الحاجات الناشفه ما ناكلهاش اثناء فتره التقويم، مش علشان الاسنان بتضعف، علشان حركه السنان في العظم بتكون يعني الاسنان بتتحرك في العظم وممسوكه بوايه، فأثناء الفترة دي ما ينفعش ناكل حاجات ناشفة، وكمان علشان ما نكسرش الحاجات اللي ملزوقة على الأسنان ونضطر نرجع خطوة لورا تاني. نورت وشرفت وأبدعت. التقويم كما ينبغي أن يكون، دكتور الحديدي شرحه بالتفصيل، وبقت مرجعية عندنا التقويم بعد طول انتظار وبعد ما كان حتى التقويم في الإعلام وحتى عندنا يذكر على استحياء أو في الجزء الأخير من الحلقة، ربما كما بالضبط كأنه ضيف شرف زي ضيوف الشرف الموجودين في الأفلام، ييجوا في المشهد الأخير أو المشهد اللي قبل الأخير ويظهروا وسرعان ما ينساهم الجمهور بعد انتهاء الفيلم. التقويم كان وضعه كده في حواراتنا النهاردة، خد البطولة المطلقة من أول مشهد لآخر مشهد في هذا اللقاء المهم جدا مع ضيفي العزيز الاسم المتميز للغاية دكتور محمد سامح الحديدي، أخصائي زراعة وتجميل الأسنان والمؤسس لمراكز رايدنت لزراعة وتجميل الأسنان وصاحب ماجستير زراعة الأسنان من جامعة القاهرة. نورت وشرفت الناس الحلوة. شكرا، خليكم معانا، احنا الناس الحلوة. المريض اللي عنده مشكلة خاصة بضعف الجنسية بيبقى عنده حالة أولا من الإحساس بالخجل، ثقافة بتاعت الشرقيين كده، وممكن ما يروحش يكشف عشان عنده الإحساس ده. بعض الناس أحياناً بيكون عنده أعراض شديدة جداً، أعراض بس زي ضعف مثلاً البول ضعيف بيقطع. نبقى الأول عارفين يعني ضعف انتصاب، فهو ضعف الانتصاب هو عدم القدرة على حدوث الانتصاب. يعني واحد ممكن يجي إن هو ما عندوش انتصاب خالص، ممكن واحد يجي يقول والله لما أجي أقرب للزوجة ما يبقاش في انتصاب. طالما فقد القوة والصلابة ده معناه عنده ضعف انتصاب. في شباب كتير بيشتكي من صغر حجم العضو الذكري او مشكله تبقى هاجس في دماغه. هو الحقيقه طبعا ده من الحاجات اللي بنشوفها كتير قوي في العياده. ناس كتير جدا، يمكن اكتر رسائل بتجينا على الصفحه عندنا على الفيسبوك واكتر رسائل بتجينا على الواتس والويب سايت بتاعنا هو تكبير العضو الذكري. هل الضعف الجنسي الحديث فيه في المجتمع المصري والشرقي يتم بشكل كافي؟ لا، ده هرمون الذكورة ده بيحافظ على معدل ضخ الدم للعضو الذكري، بيحافظ على النشوة، بيحافظ على القصف، بيحافظ على الإحساس نفسه بتاع العضو الذكري. موضوع سرعة القصف من المشاكل الشائكة جدا ومن أكثر الاضطرابات الجنسية شيوعا، وده بسبب الحرج. المفروض ان الدم بيسري من الخصية في اتجاه القلب في اتجاه واحد بس. علميا بقى ان لو طفل عنده تبول الأراضي ممكن يكون عنده تاريخ عائلي أو تاريخ مرضي أو العيلة أو والد أو الوالدة عنده تبول الأراضي. 90% من الناس بيعملوا كله مش حاجة واحدة منه، تدخين وقهوة وأكل سريع وفاست فود ووزن زيادة ونوم قليل وأفلام غلط على الناس. الدكتور صلاح زيدان أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية والتناسلية، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بكلية طب جامعة الأزهر، عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والمصرية والدولية لجراح المسالك البولية وأمراض الذكورة، رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية طب بنات جامعة الأزهر.
أهلا بكم. الحقيقة النهاردة حلقة مهمة جدا، عنوانها إنه إحنا عندنا كسل، عندنا نوع من التحمل الغير منطقي لمشاكل الجهاز البولي ومشاكل القدرة الجنسية. يعني إيه تحمل؟ يعني تلاقي الراجل بدأ يعاني من مثلا مشكلة زي سلس البول أو مشكلة بولية، أو الطفل عنده مشكلة ما في البيت، الأسرة مطنشة هذه المشكلة وبيتعاملوا معاها على أنها هتتحل بمرور الزمن، ويتأخر الذهاب إلى جراح المسالك البولية أو دكتور المسالك البولية لكي يتعامل مع هذه المشكلة. الراجل بدأ يجيله ضعف جنسي، وبرضه مأخر تعامله، عمال يداري المشكلة بأي حاجة، حباية يقول لك النهاردة يمكن أنا مرهق، يمكن نفسيتي تعبانة، يمكن يطلق مراته ويتجوز واحدة ثانية يقول لك هي السبب، يقعد يأجل المشكلة وبرضه ما يروحش للجهة اللي المفروض يروح لها وهي الدكتور اللي هيعالجه. تأجيل وتحمل المشكلة لفترة طويلة ده خطأ شديد، وممكن يوصل المشكلة من مشكلة ذات بعد واحد أو ذات يعني نقدر نقول درجة، نقول عليها درجة واحد، إلا أنها تكون مشكلة ذات أبعاد كتيرة وتقلب لمشكلة بقى ذات درجات متقدمة بمضاعفات بمشاكل في أجهزة قد تصل إلى فشل كلوي مثلا. النهاردة حوار بهذا المنطق، إمتى الدكتور المريض يذهب إلى دكتور، إمتى؟ قصص مهمة وحكايات أهم، تعالوا نتابعها مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير اللي بسعد جدا بحواره معه، لأنه حوار علمي على طراز عالي جدا من الرقي، وأيضا في منطقية الحوار والمهنية المطلقة وأيضا الضمير المهني الذي نعلمه عنه. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور صلاح زيدان، أهلا بك. أهلا دكتور أيمن، صحيح منورنا، ربنا يخليك، سعيد بهذه الزيارة. ربنا يخليك على أسعد، ربنا يكرم. عايز أبدأ أتكلم على فهر، يعني إيه جهاز بولي بمشاكله، إيه مشاكل الجهاز البولي؟ يعني خلينا قبل ما نتكلم عن المشاكل نعرف يعني الأول هو إيه الجهاز البولي. أيوة. يعني إيه التركيب التشريحي أو إيه الحاجات المكونات بتاعة الجهاز البولي عموما، وطبعا معنا برضو الجهاز التناسلي. فطبعا الجهاز البولي بيبدأ بالكلية، وبعدين بالحالب، وبعد كده المثانة، ودول كلهم بيتجمعوا في نقطة اللي هي نقطة البروستاتا، بعد كده مجرى البول، وبيخصنا خصوصا في المسالك، ويذكروا الأعراض في الأول. هي طبعا الأعراض بتختلف من يعني من سواء كان رجل أو كان سيدة أو كان طفل. فالأعراض عموما أهمهم زي أي برانش في الطب اللي هو الألم. فالألم ممكن يكون ألم في الكلى، ممكن يكون ألم في المثانة، ممكن ألم في العضو الذكري، ألم خاصة بالتهاب البروستاتا، ألم في الخصيتين. فطبعا على رأسهم طبعا يأتي المغص الكلوي. المغص الكلوي ده مشكلة كبيرة جدا، وممكن أكتر وجود انتفاخات، وجود حموضة. لو ألم على الناحية اليمين ممكن يكون أعراض زي أعراض الحصوة المرارة، ممكن ألم الزايدة قد تتشابه في بعض الناس، تشخص الزايدة على أنها مغص كلوي. فبالتالي المغص الكلوي ده بيحصل نتيجة أن لو في حصوة ونزلت في الحالب وسدت الحالب أو سدت حوض الكلى، فبتعمل ارتجاع على الكلى، وبالتالي بيحصل حاجة اسمها يعني الكلية فيها كبسول جزء خارجي، فالضغط على حوض الكلى أو الضغط على الكبسولة الخارجية بتاعت الكلى ده قد يؤدي إلى حدوث المغص الكلوي. بعض الناس ممكن الألم ده يسمع في الأعضاء التناسلية أو يسمع فوق العانة، بعض الناس ممكن يسمع في الخصية، أو بعض الناس يجي بأعراض قيء أو غثيان بيصاحب المغص الكلوي. برضو بعض الناس ممكن يجي بالتهاب أو حرقان في البول، دخول حمام كل شوية. بعض الناس يقول لك أنا عندي احتباس بولي، يعني حاسس أن البول ما بينزلش وحاسس أن المية نقط، وبالتالي قد يشخص وجود حصوة في أسفل الحالب على أنها احتباس بولي أو التهاب في المثانة أو التهاب في البروستاتا. وبالتالي لازم ناخد بالنا كويس، حتى الكلام ده زمان الأطباء أن بنشخص هل ممكن الأعراض قد تتشابه، حصوة في أسفل الحالب قد تتشابه مع التهاب المثانة، قد تتشابه مع التهاب البروستات. دايما الثقافة يعني في الغرب تحديدا بيقول لك راقب دائما زي ما بيقولوا اكسكريشنز او السكريشنز بتاعتك، فبيراقبوا كويس، بيبصوا كويس جدا على لون البول. هل البول ممكن يديني انطباع عن طبعا هو لون البول هو ده العلامة المميزة، يعني ده اللي يقول لك. يعني طبعا احنا كمصريين عموما لما بنلاقي اي تغير في لون البول ده بيلفت النظر شويه. فمشاكل البول قد تكون حاجتين، قد تكون مشاكل في التبول وممكن تكون مشاكل في البول.
مشاكل التبول احنا بنقسمها لحاجتين، قد تكون اعراض تهيج في المثانه وممكن تكون اعراض انسداديه، يعني الانسان حاسس ان البول فيه سدد. اعراض تهيج في المثانه ممكن المريض يحس بحرقان في البول، عنده رغبه ملحه في البول، دخول الحمام كل شويه. في بعض الناس يحس ان هو ما فرغش البول كويس، بعد ما بيخلص حمام عايز يرجع تاني، او في ساعات يقول لك في نقطه كده يا دكتور عايز تنزل ومش عايز واقفه في مجرى البول. فدي اعراض تهيج في المثانه. بعض الناس قد تكون عندهم اعراض انسداديه زي البول، يحس بقى ان هو ده فيديو حلو قوي على فكره، يعني فيديو رائع بصراحه، مهم جدا الحقيقه. فممكن ناس ممكن ينتهي باحتباس البول، وممكن في بعض الناس لو يعني بيتاخر شويه ده قد ينتهي بحاجه اسمها احتباس بولي مزمن. واحتباس البولي المزمن ممكن ينتهي بسلس بولي. من ضمن الاعراض برضو اللي ممكن تجينا، ممكن المريض يكون عنده سلس بول، وده في الغالب في الستات. والسلس البولي ممكن المريضه تحس يعني تقول يا دكتور مثلا انا ما بكح او اعطس البول ينزل، وده حاجه اسمها سلس بول جهدي بنسميه ستريس انكونتيننس. بعض الناس عندها حرقان في البول ما بتلحقش نفسها لما تيجي تدخل الحمام، او تقول لك انا بتزنق في الميه وممكن البول يسبقني، ده حاجه بنسميها سلس بول الحاحي او ايرج انكونتيننس. بعض الناس عندهم الاثنين، حرقان في البول وما بتلحقش نفسها، وفي نفس الوقت لما بتكح او تعطس او تغير وضعها بيحصل سلس بولي. في بعض الناس بيبقى عندهم البول سايب على طول، يعني مثلا تقول لك انا بلبس حفاضه والميه سايبه على طول، وده احيانا بيحصل بعد العمليات الجراحيه لو لا قدر الله في مشكله في العضله القابضه للبول. ممكن في بعض الناس اللي عندهم نصور بولي مهبلي، فممكن يجي بسلس بولي ان الميه بتنزل على طول، يعني بعد احيانا القيصريات او اخطاء مثلا في عمليه او حاجه، فممكن يحصل نصور بولي مهبلي. بالنسبه بقى للبول، ممكن يكون في مشاكل بقى في البول، سواء كان لون البول، ريحته، بعض الناس بيبقى ريحه البول متغيره، وده بيبقى علامه برضو وجود ميكروبات او وجود التهابات. بعض الناس اللي عندهم سكر برضو بيبقى عندهم مشاكل ريال دايابيتيك كيتو اسيدوزيس، ممكن يحس ريحه الاسيتون، اسيتون اودري. بعض الناس ممكن يكون كميه البول فيها مشاكل، ممكن يكون اللون في عكار كمان. لون البول طبعا مهم جدا ده. فاللون بعض الناس ممكن تعكر في البول، وده بيكون ممكن نتيجه صديد في البول، او يكون بعض الناس تقول في بول رغوه كده او رغاوي في البول، ده ممكن يكون بسبب فقد البروتينات، وده قد يكون انذار بحاله الكلى، ممكن يكون في قصور كلوي. بعض الناس يحس ان في قطع كده او حاجات بتنزل مع البول، ودي قد يكون انذار لوجود الاورام، اورام في المثانه او اورام في الكلى او الحالب، وقد تكون اورام البروستات. فطبعا دي مشاكل كتيره جدا بتاعه الجهاز البولي. هل الالتهاب المسالك البوليه ممكن ياثر على العلاقه الزوجيه؟ طبعا التهاب المثانه والبروستاتا، سواء بقى يعني احنا ممكن نقسمها لحاجتين، سواء كان في السيدات او كان في الرجال. الستات ممكن يعني الحاجه الكومن قوي بيحصل لهم التهاب في المثانه، ويبقى غالب بيبقى التهاب متكرر بتخف وبيرجع تاني، ده بنيجه التهابات النساء، والنساء دي ممكن تطلع على مجرى البول وتعمل التهاب في المثانه. فبالتالي بيحصل عندهم حرقان في البول، بيبقى عندهم صعوبه في التبول او دخول تكرار دخول الحمام كتير جدا، وبالتالي هي يعني بتلجا للنفور من العلاقه الجنسيه بسبب ان هي خايفه من السلس البولي، الم اثناء الجماع نتيجه الاحتكاك بجدار المثانه. في الرجاله طبعا ممكن يحصل برده بسبب ان هم بيبقى يكون عندهم التهاب في البروستاتا، وممكن يحس بحرقان اثناء القصف، ممكن يكون عنده الم في العضو الذكري. بالتالي لما يجي يقيم علاقه جنسيه بيبقى عنده الم شديد جدا، فبالتالي بينفر من العلاقه الجنسيه. هل وجود الم اثناء القصف ده علامه خطر؟ الم اثناء القصف ممكن يكون ده التهاب في البروستاتا، يعني في الغالب ممكن يكون التهاب في البروستاتا، وبالتالي ده احيانا المريض ممكن يحس بالم فوق العانه، ممكن يحس بحرقان في البول، ألم في مقدمة العضو الذكري، وبيسمع في الخصيتين، ممكن يسمع في فتحة الشرج أو المنطقة اللي ما بين فتحة الشرج وما بين الخصي. طبعا الألم ده بيبقى في بعض الناس ما عندهم التهاب شديد في البروستاتا، ممكن يكون حاد، بعض الناس ما عندهم مزمن، فتلاقي المريض عنده التهاب مستمر، ياخد علاج ما يتحسنش، يرجع تلاقيه يطلع من الدكتور ده يروح الدكتور التاني باستمرار، لأن هو طبعا ما بيتحسنش. فطبعا ده من ضمن الحاجات اللي هي بيبقى الألم شديد جدا ومتكرر، يخف ويرجع تاني، فبالتالي هو طبعا الكورس العلاج بتاعه بيغيب شويه، يعني بيمتد لثلاث شهور. فالمفروض ان احنا بنفهم المريض الكلام ده، يبقى فاهم ان الكورس العلاج هيتاخر. يعني في رجل عند القذف يجد دم نازل مع السائل المنوي، ده شيء خطر؟
هو طبعا دم، وجود دم في السائل المنوي ده يعني علامه منذره بالخطر طبعا، ممكن يكون في مشاكل. بس هو وجود دم في السائل المنوي في الغالب بيبقى شبه متكرر، واحيانا ممكن يكون بدون سبب، يعني احيانا ممكن ندور على السبب ما نلاقيش سبب واضح يعني، وفي الغالب بيختفي بسرعه ما بقاش موجود. لكن ده بيختلف حسب السن، يعني ممكن في بعض الناس اقل من 40 سنه ده بيكون نتيجه التهاب مستمر في البروستاتا، التهاب في مجرى البول، بعض الناس اللي عندهم التهابات جنسيه او السكشوال ترانسميتد ديزيز اللي هي الامراض المنتقلة عن طريق الجنس، ممكن يكون عنده التهاب في الخصيه او التهاب في البروستاتا. ده الحاجات اللي هي الكتيره قوي، ونادرا ما يحصل اورام يعني اللي هو اقل من 40 سنه. بعد 40 سنه ممكن يكون طبعا بيبقى اخطر شويه، لان بيبقى التهاب في مجرى البول، ممكن يكون مشاكل في البروستاتا او اورام للبروستاتا. احيانا بعض الناس اللي بيبقى عامل عينه من البروستاتا بيلاقي دم في البول، فطبعا دي من العلامات الخطر، يعني لازم طبعا نستشير الطبيب في الجزئيه دي بالذات يعني. عايز ادخل على الجهاز التناسلي بقى، او بمعنى صح المشاكل الجنسيه، هبدا بالتواء الخصيتين. مشكله اكيوت، مشكله حاده طبعا. هو مشاكل الخصيه مهمه جدا زي ما قلت لحضرتك قبل كده، الخصيه مسؤوله عن حاجتين، اول حاجه اللي هو تصنيع الحينات المنويه، ده المصنع اللي بيكون الحينات المنويه. الحاجه الثانيه تكوين هرمون الذكوره اللي هو هرمون مسؤول عن العلامات الجنسيه بتاعه الذكور يعني. طبعا دي مشكله بتبقى طارئه يعني، دي مشكله طوارئ، دي ايمرجنسي حاجه بنلاقيها، بص فجاه المريض جاي بالم شديد في الخصيه، وبتحصل في سن من 16 ل 18 سنه. بيبقى خد خبطه، حركه مش مظبوطه، بعض الناس بي عندهم خصيه معلقه، بعض الناس عندهم حاجه اسمها ريتراكتايل تيستس، الخصيه نفسها ما بتنزلش كويس للكيس، وبالتالي بيحصل فجاه التواء في الخصيه. للاسف بعض الناس بتشخصه على انه التهاب في الخصيه، يعني المريض بيروح يكشف، ساعات بيروح الطوارئ او بيروح دكتور مش مختص، فبيشخصه على انه التهاب في الخصيه. ايوه، مشكله بقى في كده ان هو لما بيشخصه التهاب في الخصيه بيبدا يديله علاج، دي مشكله لو ما تلحقتش في خلال 6 ساعات بيحصل مشكله كبيره جدا في الخصيه، ان الخصيه طبعا حضرتك عارف ده التواء في الحبل المنوي. الحبل المنوي بيحصل له التفاف في اللي هو الوعاء الناقل، في الشرايين، في الاورده، في الاعصاب، الشريان نفسه بيحصل له التواء فبيتقفل، فالدم اللي رايح للخصيه طبعا فالخصيه كنسيج بتموت، بيحصل فيها ضمور، بالظبط بيحصل فيها ضمور. ده المفروض يتلحق في خلال 6 ساعات. يمكن احنا يعني للاسف انا يمكن في شهر قابلت 4 حالات انتهوا باستئصال خصيه بسبب ان هو سوء تشخيص، المريض بيوصل متاخر بيشخصوه على انه التهاب في الخصيه. فالتهاب الخصيه بيبقى عباره عن الم، احمرار في الخصيه، تورمات، بيصاحبه ارتفاع في درجه الحراره. في بعض العلامات الدكتور المختص هو اللي بيقدر يحدد، لكن التواء الخصيه برضو نفس الكلام، بس طبعا في الغالب ما بيبقاش في ارتفاع في الحراره قوي. بنشخصه باشعه الدوبلر، دي اشعه مهمه جدا، يعني لازم تعمل اشعه الدوبلر للمريض، لو انت مش متاكد لازم تعمل اشعه تشوف البلاد سبلاي او البلاد فلو او الدم اللي رايح للخصيه كويس ولا لا. يبقى مواضيع كثيره، هذه هي الطليعه، لكن مواضيع كثيره، بستمتع دايما بحوارك كثيف العلم، كثير المعلومات. اول ما انا بسالك السؤال انا عارف انه في كم معلومات كبير جدا موجود، وكل واحد من ده هيبقى تقريبا حلقه او اقل شويه في فهرس الجهاز التناسلي والجهاز البولي. نورتنا يا فندم، شكرا جزيلا على هذه الزياره. خلينا مع الناس الحب. الدكتور محمد حسني، استشاري النساء والتوليد والعقمة، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، استشاري جراحة المناظير، ماجستير الحقن المجهري بجامعة ميسينا بإيطاليا، دبلومة المناظير المتقدمة بفرنسا، دبلومة المناظير الدقيقة بالهند، عضو الجمعية المصرية للخصوبة والعقمة، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقمة، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقمة، عضو الجمعية المصرية لتدخل الجراحات الدقيقة. المواقع العالمية اتكلمت مؤخرا عن دراسة حديثة في جامعة أبردين في بريطانيا لطريقة حساب جديدة تساعد الزوجين في تحديد فرص نجاح عملية الحقن المجهري. الدراسة كشفت أن زيادة عدد البويضات الناتجة في أي دورة بيزيد فرص النجاح حتى 13 بويضة،
وبحساب جميع العوامل وجد الباحثين أن المرأة اللي بتكون في سن 30 قبل بداية العلاج وقضت عامين دون إنجاب دون سبب بيكون عندها فرص نجاح بنسبة 46% لإنجاب طفل بعد دورة واحدة من الحقن المجهري، وفرصة نسبتها 79% للإنجاب بعد 3 دورات مكتملة. وكل يوم في جديد في الطب، ومجال الحقن المجهري في تطور مستمر، مش بس بيحقق الحلم في الإنجاب لفاقدي الأمل، لكن كمان بيخلي نسب النجاح في تزايد يوم بعد يوم. أهلا بكم، واحدة من حلقاتنا الهامة جدا مع قيمة علمية كبيرة في عالم الحقن المجهري. هحكي لكم قصة جميلة جدا بتاعت راتشيل سادلر. راتشيل ديت بريطانية، وواضح انها عاشت جزء كبير من حياتها في امريكا. راتشيل مرت بتجربة انسانية مهمة جدا، محاولة نجاح الحمل، محاولة الحصول على طفل او انها ترزق بطفل، كانت محاولة مثيرة للاهتمام. الناس دي دايما بتكتب تعبيرات لطيفة قوي. قالت انها عملت رحلات عشان تحصل على الطفل دي بلغت مجملها 16,000 ميل، وأنفقت 70,000 جنيه استرليني لتأخر لعلاج تأخر الإنجاب. رقم مخيف، الرقم ده في أمريكا، في إنجلترا، رقم مخيف. يعني 35 سنة، والقصة كانت طويلة وقعدت فترة طويلة. خلي بالكم إنها يعني إلى حد كبير جدا لفت العالم ولقت حاجات معينة في محاولاتها. لازم أسأل ضيفي عليها، لأنها برضو الحوارات دي تبدو جديدة. لقت إيه؟ لقت إنه الرحم، الخلايا القاتلة natural killer cell الموجودة، بتهاجم الأجنة باستمرار جوه جدار الرحم أو جدار الرحم. هل هذا الكلام واقعي فعلا ولا ده تعبير إلى حد ما من الزوجين؟ مش واضح. ايضا لقوا حاجه مهمه جدا، انه عندهم الست عندها حساسيه برضو تجاه الدي ان اي بتاع السبرم بتاع جوزها. برضو هذا الكلام هل واقعي ولا لا؟ لما عالجوا الحاجات دي بدات الامور تتضح، ونجح الحقن المجهري بعد محاولات عديده وبعد رحلات تجاوزت 16,000 ميل. ما اعرفش الرقم ده، يعني راحوا بقى وجوا ولفوا العالم دول، وهم دي يستاهل يا باشا بال 16,000 ميل و70 مليون استرليني. ماشي اهو الامارات دول اكيد يستاهل، ربنا يخليه لهم، لكن ويخلي كل الناس اللي حاولت وفشلت. لكن في يوم من الايام زي ما انا قلت لكم دايما، من قلب المحن تولت المنح. النهارده ضيفي العزيز واحد من سوبر ستارز عالم الحقن المجهري، بيسعدنا جدا باسلوبه الرائع الراقي جدا في الشرح والتفصيل، وبستمتع بالحوار معه. واكيد النهارده هنفتح ملفات في منتهى الاثاره. النهارده ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد حسني، استشاري النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري واطفال الانابيب وجراحات المناظير والحقن المجهري من جامعه ميسينا الايطاليه، وصاحب دبلومه المناظير المتقدمه من الهند والمناظير الدقيقه الفرنسيه، وعضو جمعيات المصريه والاوروبيه الامريكيه للخصوبة وتأخر الإنجاب والتدخلات الجراحية الدقيقة. أهلا بيك. أهلا بيك دكتور أيمن، منورني. منورك يا حبيبي. أنا عايز بس ألفت نظر الناس لحاجة، إنه التكلفة بتاعت الحقن المجهري في مصر أقل كتير جدا من العالم. جدا. دفعوا 70,000 استرليني. يعني لو حسبناها بالدولار مثلا حوالي 1200 أو 1200 أو 300 دولار، ده مش رقم يعني. لا انا عايز اقول يعني ده دعوه للسياحه العلاجيه في مصر. ده حقيقي فعلا. حتى للاجانب. الاجانب ده حقيقي فعلا. بس انا عايزك بقى نبدا النهارده، ايه معنى كلمه البيئه المحتضنه للجنين؟ الكلمه دي كلمه مهمه. البيئه المحتضنه للجنين ده الوسط اللي بيعيش فيه الجنين. يعني الجنين اول ما بيتكون، اولا بيبدا بالجنين بدايه تكوينه اللي هو التقاء الحيوان المنوي بالبويضه، بتبدا البويضه تتخصب ويبدا الانقسامات ويبدا يتكون الجنين. الجنين بيبدا يتكون في الظروف الطبيعيه في الحمل الطبيعي جوه الانبوبه، وبتبدا الانقسامات، فلازم الانبوبه ده يكون وسط مناسب لاستمرار عمليه الانقسام اللي بتبقى موجوده في الجنين. بيبدأ بخليتين وبعد كده 4 خلايا وبعد كده 8 خلايا وبعد كده بيحصل كومباكشن وبعد كده بيخش في المرحلة اللي بعدها اللي هي الموريولا، وبعد كده بيتكون بلاستوسيست اللي هو الدي 5 اللي هو اليوم الخامس.
عند مرحلة اليوم الخامس الجنين بيبدأ ينتقل فين؟ جوه الرحم. فده لازم يكون وسط معين من حيث الرطوبة ومن حيث الغازات. ويجي بقى الدور المهم اللي هي بطانة الرحم اللي هي التربة اللي بينغمس فيها الجنين. لو بصينا لعملية حدوث الحمل ده عبارة عن رياكشن، ده عبارة عن عملية تفاعلية بتحصل بين الجنين وبين بطانة الرحم، عبارة عن انفلاميشن، عبارة عن التهاب بيحصل. بس مش التهاب بالالتهاب اللي هو التهاب المرضي، الالتهاب ده تفاعل بيحصل بين الجنين وبين بطانة الرحم. فأي خلل موجود في بطانة الرحم اللي هي التربة المستقبلة للجنين ممكن تعتبره جسم غريب فما تقبلوش، صح ولا لا؟ ممكن حتى لو قبلته بعلاج معين او بظروف معينه ممكن ما تستمرش عمليه الحمل، لان مجرد انغماس الجنين في بطانه الرحم وبدايه حدوث الحمل بيبدا يتكون الجنين، بقى الخلايا بتبدا تنقسم وتبدا بعد كده هو تخصيب البويضه والتصاقها او ازراعها جوه في الرحم. فلو في اي خلل في بطانه الرحم اللي هو البيئه المحيطه بالجنين مش هيتم الحمل طبعا. ايه اكتر المشاكل اللي انت بتشوفها دلوقتي عبر التاريخ العمل بتاعك ما شاء الله؟ اميونولوجيكال. لاحظت ده بتزيد كمان. اميونولوجيكال المناعيه، المشاكل المناعيه طبعا. والنقطه الجديده بقى كمان الزوج. بدا يظهر مشاكل كتير جدا في الازواج. ما عدناش بنشوف النورمال بارامتر اللي احنا كنا بنشوفها زمان مع التحليل السائل المنوي. بقى دلوقتي تحليل اي زوج وزوجه متجوزين جديد وعايزين يطمنوا دايما الاقي مشاكل في التحليل السائل المنوي. ما عدتش يعني بقى الموضوع بقى مش حلو عندي في العياده. الاقي التحليل مثلا المفروض يكون العدد 15 مليون الاقي مثلا 10 او 9 مليون، الحركه المفروض 32% الاقي مثلا 9 و10. المنظار نوعين طبعا، المنظار اللي هو المنظار البطن ومنظار الرحم. كل واحد من دول ليه عامل وليه دور، ودور اساسي ومؤثر في حدوث الحمل خصوصا لو انا بدور على الحمل الطبيعي. المنظار ده يعتبر من المراحل المهمة في تأخر الحمل عموما، وده مرحلة اللي احنا بنلجأ لها بعد التنشيط او بعد الأشعة بالصبغة اللي انا ما لقيتش فيها مشاكل او لقيت فيها مشاكل، لازم اخد خطوة المنظار لان هو هيبين لي حاجات انا مش عارفها وما بتبانش لا بأشعات او بتحاليل. هنتكلم عن النقطة الأولانية الاول اللي هو المنظار الرحم. تمام، المنظار الرحم ده بيبين لي تجويف الرحم من جوه شكله عامل ازاي. في جزء تشخيصي وفي جزء علاجي. انا لو عملت او لقيت ورم ليفي داخل جوه تجويف الرحم اللي هو حسب التصنيف بتاعه اللي هو في جزيرو 1 و2 و3، ده حسب طبعا ده حاجات دي كلها بتشخص بالاشعه المهبليه ثلاثيه الابعاد. فانا لما بخش بالمنظار الرحمي اولا الجزء التشخيصي اللي انا حاله انا مش شايف فيها مشاكل وبدور في الرحم ده فيه مشكله ولا ايه المشاكل اللي ممكن ما تكونش موجوده في الاشعه المهبليه ثلاثيه الابعاد او بالاشعه بالصبغه اللي ممكن موجوده في الرحم ومش باينه، التهابات بطنط الرحم. لو حاله عندها التهابات في بطنط الرحم ودي من الحاجات المنتشره جدا وما بتبانش اعراضها خالص وما لهاش علاقة بالالتهابات المهبلية اللي موجودة، ممكن تكون الزوجة ما عندهاش أي نوع من أنواع الالتهابات المهبلية بس عندها إندومترايتس. لو عندها زوايد لحمية صغيرة جدا دي ما بتبانش إلا بالمنظار الرحمي. في حاجة اسمها بوليبويد إندومتريوم. بوليبويد إندومتريوم ده عبارة عن بطانة رحم المفروض الأول قبل أي في المشاكل اللي تكون موجودة خصوصا الحالات اللي تكون والدة قيصري قبل كده الجرح بتاعها ممكن ما يلمش كويس وما يحصلش التئام تام للجرح، فبيعمل حاجه اسمها سكار نيش اللي هو بالعربي الفتق الرحمي. الفتق الرحمي. طب مشكله الفتق الرحمي ايه؟ هو ده جزء موجود في الرحم من تحت خالص، مشكلته اللي دي بتبقى منطقه ضعيفه في الرحم وبيتجمع فيها الدم بتاع الدوره الشهريه كل شهر، فبتبقى مصدر للبكتيريا وبتبقى وسط غير ملائم لحدوث الحمل. ودايما السيدات اللي من النوع اللي عندهم النيش دايما بيشتكوا من سبوتينج بيحصل بعد انتهاء الدوره. ده بتقول يا دكتور الدوره بعد ما بتنزل بقعد 4 أو 5 أيام بينزل عليا نقط على طول، بيبقى في فتق في جدار الرحم. بيخلي الرحم عامل زي قوس كده. عمل جيب تجويف جيب. فده بيجمع التهابات، فالحيوانات المنويه هي بتعدي فبتعدي في مكان غير صالح لحدوث الحمل. فده من المشاكل اللي ممكن تبقى موجوده. فالمنظار الرحمي لا غنى عنه.
طيب هل كل الحالات اللي عندها تأخر في الحمل أعمل لها منظار رحمي؟ لا مش كل الحالات طبعا. لو المشكلة في الزوج ما بلجأش للمنظار الرحمي إلا في حالات معينة. مشكلة موجودة في الأشعة المهبلية ثلاثية الأبعاد، أو الحالة دي حصل لها إجهاض مرة قبل كده أو أكتر، أو عملت حقن مجاري وفشلت، فأنا لازم أخش جوه الرحم عشان أطمن أشوف فيه إيه. مع منظار الرحم آمن تماما ولا ممكن تحصل بعديه مضاعفات؟ المنظار الرحمي لو اتعمل في مكان كويس بآلات كويسة ودكتور شاطر آمن 100%. ده بالعكس، هو المناظير الرحمية في حاجة اسمها الأوفيس هيستريسكوبي، بيتعامل اللي هو المنظار الرحم المكتبي زي ما بيقولوا عليه بالترجمة الحرفية، أثناء الكشف. فما فيش منه أي مشاكل، بشرط يكون مكان كويس، وبركز على النقطة دي مهمة جدا، تعقيم جيد، وتعقيم جيد جدا جدا، وطبعا المايسترو الدكتور اللي بيعمل منظار إيده، لأن المشكلة أنت حابب تتكلم في تجويف كله على بعضه 5-6 سنتي، صفت جدا مش هحس طبعا، واي غلطه فيه مشاكل، فلازم يكون دكتور شاطر طبعا، لازم وداخل يعني انا لازم طبعًا. اكون عندي كير جدا جدا. منظار البطن، منظار البطن طبعا ده يعني هو ده التكمله بتاعه المنظار الرحمي. هو هيفيدني في ايه بقى؟ هو هيفيدني في حاجات كتير طبعا. كل 100 حاله 30 حاله بيحملوا مفيش فيهم مشاكل، يعني 30 حاله بيحملوا طبيعي. انا بتكلم على 100 حاله دخلنا بالمنظار البطن ما لقيناش فيهم مشاكل وخرجنا، 30 حالة من دول هيحملوا طبيعي من غير ما ياخدوا حتى منشطات. دي عمل ايه المنظار؟ كتير. مبدئيا الصبغة اللي احنا بنحقنها في المنظار ممكن تحفز الاهداب اللي موجودة في الـ في الـ في الـ في المبيض في الـ في الانبوبة اللي هي تبدأ تتحرك. الاهداب اللي موجودة في اخر الانبوبة ممكن الحركة اللي هي الحركة اللي انا امسك الآلة وابص عليها واعدلها يحفز اللي هي ايه؟ يحافظ اللي هي تبدا تشتغل ويبدا يشفط البويضه ويدخلها جوه الانبوبه. الابريشنز اللي انت الفيمرين اند، الحاجات البسيطه دي، الـ 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 النفخه بتاعه البطن، الحاجات دي كلها بتساعد، بتطلع ممكن تطلع ميدييتور تساعد على حدوث الحمل. الحاجات طبعا الحاجات دي كلها ثيوريتيكال، كلها نظريات، بس هم دي ستادي وموجوده. فالمنظار البطن لا غنى عنه. حتى لو فرض مثلا انا بعمل منظار لحاله وبعد ما خرجت والحالة مقررة تعمل الحقن مجهري، أنا هستفيد إن أنا الحالة دي تابع أي كاتيجوري. الحالة دي عندها التهابات في الحوض أو ما عندهاش، عندها بطانة رحم مهاجرة أو ما عندهاش، الفلت سقط في الحوض أو ما عندهاش، فالحاجات ده هيفيدني في العلاج هد إيه ومش هد إيه. كالعادة بستمتع جدا بالحوار معك، ودائما بتبدع ودائما بتنور لنا مناطق مهمة جدا تفيد المشاهدين وتفيد برضو الشباب الأطباء اللي داخلين على مجال المناظير وداخلين على مجال الحقن المجهري، يستفيدوا جدا من الحلقات دي، هيستفيدوا ويتعلموا القرار، قرار يكون إيه النظرة. دايما المتخصصين دايما في حواراتي معك ألاحظ إن أنت عندك نظرتين، نظرة قريبة لرغبة المريضة وكل حاجة، لكن في نظرة تانية للي هيحصل بعد كده للمستقبل، ودي كلمة مهمة قوي، نظرة للحال ونظرة للآتي. المريضة تستفيد من إيه؟ إيه حجم استفادها من البروسيدر ده؟ الحقن المجهري عالم يعلمك حاجات كثيرة جدا في الفكر الطبي. أنا بقعد استمتع جدا بالحلقات دي لأن أنا باخد منهم حاجات تفيدنا في البطنة، إزاي القرار يكون لصالح المريض بدون أن ساعات يبقى أنا بعمل حاجة ضد اللي هو عايزه، وسيادتي تقول لك أنا عايز الشهر الجاي نعمل، لا استني كمان شهر. ده مهم جدا في التعامل مع حالات مرضية مهمة جدا اسمها تأخر الإنجاب. ضيفي العزيزة القيمة العلمية المتميزة واحد من نجوم عالم تأخر الإنجاب الأستاذ الدكتور محمد حسني، استشاري نساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقن المجهري وأطفال الأنابيب وجراحات المناظير، صاحب ماجستير الحقن المجهري من جامعة ميسينيا ودبلومة المناظير المتقدمة من الهند ودبلومة المناظير الدقيقة الفرنسية، عضو جمعية المصرية والأوروبية والأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب. نورت الناس. نورك دكتور عين. خليكم على الناس الحلوة.
أهلا بكم في واحدة من أهم حلقاتنا على الإطلاق. صحيح ألم الظهر موضوع النهاردة هنتكلم فيه، أو ألام العمود الفقري موضوع مهم النهاردة هنتكلم فيه، لكن يظل واحد واسم مشهور جدا من أسماء العمود الفقري ومشاكله والغضاريف ومشاكلها، يظل هو المتربع على عرش الأسماء، عرق النسا، أو زي ما أنتوا بتنطقوه عرق النسا. وطبعا شيء محرج لأي راجل إن احنا نقول له أنت عندك عرق النسا، كان زمان لغايه لما بقى مفهوم ان عرق النسا ملوش علاقه يعني بالستات ولا له علاقه بالرجاله، هو موضوع في الستات وفي الرجاله، موضوع هنفهمه النهارده بالتفصيل، اصابه عصب ساتيك نيرف او ساتيكا. لكن خليني اقول لكم في عوامل كتيره تلعب دور النهارده، ولازم اللي بيعملها ينتبه لينا جدا ونشوف مين اللي بيعمل الكلام ده. يعني الاصابه بعرق النسا لها علاقه بالتقدم بالفاست فود والى اخره. يمكن الشعب الوحيد المتحرك الالمان اللي انا شفتهم، لا عندهم الحركة زايدة جدا، وبرضو بعض الناس بتوع شمال أوروبا، لكن تعال دور بعد كده. وطبعا اليابانيين دول مدمنين حركة، لكن عندهم سمنة وعندهم برضو عرق النسا. النهاردة حوار ممتع جدا جدا مع ضيفي العزيز، واحد من نجوم عالم الألم ومبدع دايما في حواره، الأستاذ الدكتور عمرو سعيد، استشاري علاج ألام المفاصل والعمود الفقري والألم التداخلي، وعضو الجمعية الأمريكية للطب التجديدي. ضيفي العزيز، أهلا بيك يا دكتور. أهلا دكتور أيمن، زي حضرتك. لماذا اخترت عرق النسا؟ رغم ان الحوار النهارده عن الام العمود الفقري او مشاكل العمود الفقري، ليه اخترنا عنوان عرق النسا؟ اكتر حاجه موجوده زي ما حضرتك قلت وشرحت للساده المشاهدين، اكتر مرض بيسيب كل الناس، بيسيب الشباب، بيسيب بشوفها في اللعيبه، بشوفها في الستات، بعض الناس الحوامل لو حضرتك يمكن اكترهم، بنشوف عرق النسا. ما فيش حد عايش او بيتحرك إلا لما يشتكي مرة من مرات بألام تشبه عرق النسا. مرض كبير، حاجة بنقول عليها كده، وللأسف في مفاهيم خاطئة ومغلوطة عليه، عايزين نفهمها ونشرحها. عايزين نقول إن في حاجة اسمها عرق النسا. صرحت كده وقلت إن السمنة، الوزن الزائد، العادات الخاطئة، عدم ممارسة الرياضة، في عادة برضو بشوفها، وضع المحفظة في الجيب الخلفي، تلاقي الناس متعودة على أنه دي بتقعد وبتمشي وبتاع، وتيجي العيان عنده ألام فظيعة جدا، يقول أنا عندي انزلاق غضروفي، وهو مشكلة بسيطة جدا. يمكن هنا كل دوت ألام أسفل الظهر ممكن تسبب ألام في عرق النسا. يعني ممكن يكون في المفاصل جار فقرات، ممكن يكون مفصل الحوض الخلفي ساكرويليك جوينت، ممكن يكون الكولونيال في عضلات، ممكن تسبب برضو تخنق العصب وتسبب لي أعراض عرق النسا. العصب ده ممكن يكون يعني يحصل له إصابة أو يحصل له اختناق، سواء كان زي ما قلت كده حقيقي من نتيجة انزلاق غضروفي، نتيجة شد عضلي مزمن، نتيجة التهابات في المفاصل جر فقرات، نتيجة خشونة في المفصل، أو نتيجة شد عضلي في عضلة زي عضلة البيرفورمس. كل ديت أسباب تخنق لي مسار عرق النسا، أو اللي هو بنقول عليه الساتيك نيرف. ممكن عضلة زي الإليوسوس، بايرفورمس، جلوتيل، في حاجه غير كمان البايرفورمس اللي بنقول عليها العضله الكمثريه، لا في حاجه اسمها جلوتيل ميدياس، مجموعه العضلات اللي موجوده في اسفل دي ممكن يحصل لها وتخنق عرق النسا او تخنق الساتيك نيرف وتسبب لي اعراض لتشبه بالظبط اعراض العيان مش فاهم، هو بيجي بيقول انا عندي انزلاق غضروفي، او يكون انزلاق غضروفي حقيقي هي بدرجاته، يعني حصل بروز للغضروف اللي هي الدرجة الأولى، أو إن حصل إن النواة خرجت شوية، أو النواة نفسها خرجت وعملت التهاب في العصب نفسه، فده يسبب أيضا ألام شديدة جدا. كل واحدة من دولة ليها طريقة في التشخيص وليها طريقة في العلاج. عندنا يمكن أكتر من 12 طريقة في علاج الألم نقدر نعالج بها هذه الألام الصريحة من عرق النسا. مين الناس الأكثر عرضة للإصابة بعرق النسا؟ أنا شايف الشباب. الشباب على فكره بقت موضه وشيء مزعج. صح، شفتها شايفينها بنسبه كبيره جدا. شاب بيلعب كمال اجسام، هو بيتدرب مع مدرب خطا، حصل مشكله في عضله او شال غلط، فحصل فعلا انزلاق غضروفي سواء كان صريح او ان هو مش بيلعب غلط فحصل كده. فشايف نسبه كبيره جدا من الممارسات الخاطئه موجوده في الشباب وتسبب الام عرق النسا، ولازم الناس تشوف لها حل في الكوتشنج الموجودين. دي حقيقة. بتوع
الجيم، لانه كتير منهم مش مركز مع اللي بيدربه. دي حقيقه، بيفقدوا التركيز مع اللي بيدربه. بنشوفها في الشباب الصغيرين جدا، بنشوف في كبار السن طبعا نتيجه ضعف العضلات، نتيجه خشونه في المفاصل جر فقرات، نتيجه زي او انزلاق غضروفي صريح زي ما قلنا حضرتك، او يكون نتيجه التهابات في مفصل مهم قوي اسمه المفصل الحرقوفي، هو مفصل الحوض الخلفي. ده التهاب فيه يسبب برضو الام اسفل ظهر، يسبب الام عرق النسا. احنا يعني ما يجي لك مريض بيشكي بقى، ايه الفحوصات اللي بنطلبها؟ الاول انا بفحص المريض كلينيكال، يعني بنبص عليه ونشوف هو عنده ايه، الالم شكله ايه، الالم من امتى معاه، مهم جدا، هو بقاله قد ايه بيشتكي، هل الالم دوت خف معاه بالعلاجات ولا لا، عمل قبل كده فحوصات ولا لا، بعد كده نبتدي. والاهم الكلينيكال، لازم ببص افحصه اشوف ستريت ليك تيست، حاجه الحاجات الفحوصات اللي حضرتك عارفها، بعد كده نبص عليه كلينيكال. احيانا بنطلب الاشعاعات، الاشعه عاديه واشعه الرنين، علشان نستبعد هل هو فعلا الم عرق نسا صادق اللي هو الصريح، ام ان هو يكون ممكن يكون كاذب. طبعا الرنين او الاشعه المقطعيه في بعض الحالات برضو بتفيدنا كتير جدا، وبنطلبها للمريض بتاعنا ونشوف هو ايه الاسباب عشان نقدر نوصل لتشخيص سليم. ايه الفوز ساتيكا؟ ايه هو عرق النسا الكاذب؟ عرق النسا الكاذب ده ممكن يجي نتيجه التهاب في العضلات زي ما قلت حضرتك في مسار العصب اللي هو بيمكون عرق النسا. ممكن يكون اقول لحضرتك مثلا مفاصل جر فقرات، مفاصل جر فقرات بهذا الشكل. عايزين نفهم بقى ده في مفاصل دي مهمه جر الفقريه دي. المفاصل جر فقرات دي ممكن يحصل فيها في بعض الحالات هي نفسها خشونه، بيحصل لها خشونه ويحصل لها تورم، والليجمنتس اللي جوه دي تخنق لي العصب ده. فلما تخنقه ده تسبب الام عرق النسا، ده مش نتيجه غضروف او انزلاق غضروفي، لا ده نتيجه التهابات في مخرج القناه العصبيه. ممكن يكون الاربطه والعضلات اليسوس مثلا، ممكن يكون في مساره البايروفورمس مسل العضله الكوميسريه، ممكن يكون التهابات في المفصل الحوض الخلفي. وفي بعض الحالات تقريبا 30% يعني كل 10 حالات هنلاقي في 3 اشخاص عندهم حاجه اسمها بيرتولوتي سندروم. بيرتولوتي ده عالم ايطالي وصف ان بيحصل ان الترانسفيرس اللي هو البروسيس بتاع الفقره الخامسه بيبقى عريض شويه ويعمل مفصل ارتكوليشن مع الاليوم اللي هو مفصل الحوض، ودي بيحصل لها التهاب وتسبب الام، ونشوفها في الاشعه العاديه. عشان كده مهم نطلب اشعه عاديه عشان نشوف الجزء ده ونشخصه. احيانا كتير جدا يجي العيان وعنده اعراض، وشفتها كتير جدا في بعض الحالات، كان بتعاني من التهابات في المفصل اللي هو الزياده دي اللي بيمثل تقريبا زي ما قلت حضرتك 30% من الناس، منتشر جدا. وبالتالي الناس عندهم ان العظمه الخارجيه دي، العظمه الجانبيه من الفقره بتبدا تعمل تطول شويه، تطول شويه طبيعي، ده حاجه فسيولوجيه يعني حاجه مش مرضيه، بتكون مفصل مع حاجه اسمه فسموه كده اسمه بيرتولوتي سندروم. وده اللي هو العالم اللي وصفه، وبيحصل فيه التهاب، ولهذا الالتهاب يؤدي الى ان هو ياثر على العصب في مسار العصب ويعمل لي عرق نسا كانه كازم. بيخنق العصب. شوف حضرتك اسباب قد ايه لعرق نسا كذا، ممكن يكون التهابات في العضله البيروفورم زي ما قلت حضرتك اللي اشاره، ممكن التهاب في مفصل الحوض، ممكن التهاب في العضله الضمه، كل دي اسباب بتؤدي الى الام تشبه بالظبط الام عرق النسا او اللي هو الانزلاق الغضروفي للنسا. التهاب العضله الضمه بتاعه الرجل الادكتورز الادكتورز بتحصل في لعيبه الكره كله بالظبط كده، لانه العضله دي بتبقى نايمه، لما بترجع تلعب حضرتك بعد شويه العضله دي بتبدا توجعك تتالم، واصابتها بتطول. ولو في شفت مره جالي لعيب كان حقن كورتيزون في العضله من كتر الالم، من كتر الالم، وكان ده سبب تليف، عملنا له حاجه اسمها هيدرو ديسكشن توسيع باستخدام البرولو بالسونار، والحمد لله كان نتائجه كويسه جدا، وده كان عنده الام بيشبه، كان فاهم انه عنده انزلاق غضروفي وراح عمل الرنين، الرنين فري تمام ما فيهوش اي مشاكل، بس هي مشكلته كانت من العضلات. خلينا نروح بقى، يعني شرفتنا ست هيجي لنا تاني الاساليب العلاجيه بقى، لان دي اللي هتاخد وقت طويل في الشرح والتفصيل.
بعد التشخيص، بعد ما نشخص المريض بتاعنا ونشوف هو ايه المناسب ليه في التداخل اللي ممكن نعمله، في حاجه في علاج الالم احنا دايما بنعملها اسمه دايجنوستيك بلوك. دايجنوستيك بلوك ده اللي هو بنقول عليه الحقن التشخيصي. احنا ممكن نعمل حقن، انا شخصت المريض، بدات احطه في بنقول عليه ديفرنشال دايجنوز، هو ايه المشكله اللي عنده، وبدانا نعمل له الحقن التشخيصي. الحقن التشخيصي ده مهم، انا يعرفني مثلا انا بفرق ما بين هل دي الام من عضله البيرفورمس، ولا هي الام من مفصل الحوض الخلفي، ولا هي من المفاصل جرفة قرن. وده بيوصل لنا لنسبه كبيره جدا، احيانا كبيره جدا من العلاج. يعني ممكن المريض يستجيب فقط من الدياجنوستيك، فقط احنا عملت له حقن تشخيصي، خدنا بيه نتيجه ايجابيه علاجيه كمان، هو جاي بيقول لي انا خلاص ما بقتش احس بالالم، الالم راح، لان احنا بنبقى حاطين في دماغنا ان احنا في تشخيص معين احنا داخلين عليه. هو اللي احنا بنعمله دلوقتي بالظبط كده، ده بنعمله في بعض الحالات، ممكن اعمله في العمليات للمريض تحت جهاز الاشعه، وفي نسب كبيره جدا بنعمله هنا كمان. كان مصاحب لي ان احنا كنا بنعمل مريضه دي كانت بتعاني من التهابات في المفاصل جرفة قرات، وعملنا لها كمان تردد حراري للمفاصل اللي هي الفاسد اللي هي مفاصل جرفة قرات. هنروح لها دي. هنا بقى في الحقن التشخيصي ده بنحقن ايه وبنحقن ليه؟ يعني ايه الهدف؟ بنحقن مواد مضاده للالتهابات بتركيز، بدل ما العين ياخد مسكنات كتير، لا انا ممكن احط له مواد مضاده للالتهاب في مكان المشكله. ممكن يكون حاجه من اثنين، انا شخصيا بس بحب استخدم تقنيات علاج الطب التجديدي ريجينريتيف ميديسن علشان اوصل للنتائج دي. اللوكال انستيك اللي هو المخدر الموضعي ده ليه مضاد التهاب، البرولو ليه مضاد التهاب طبيعي، ممكن في بعض العيانين اسحب منهم حاجه اسمها الاورسوكين، يعني عنده الانترلوكين ريسبتور انتاجونست، اخده من دم المريض ودوت بحطه معايا اسحبه بطريقه معينه، بعدين افصله بطريقه معينه، بعدين احطه اجيب العيان في اليوم اللي بعده او حسب ما هنتفق، واحقنه هذا المضاد اسمه انترلوكين ريسبتور، نعملها اكتر في كبار السن. وممكن في بعض الحالات اللي عندهم مشاكل في العضلات والالام بدخله بعد كده في البي ار بي. البي ار بي ليها رول جميله جدا، ان الجروس فاكتور اللي باخدها من المريض دوت ممكن اعمل لها حقن في هذا المكان. ممكن احقنها للاعصاب نفسها، هنا ده حقن لجذور الاعصاب لمريض كان بيعاني من انزلاق غضروفي كان ملامس للعصب اللي احنا شفناه في الاول. فده احنا بنبقى شايفين، عشان الناس بتبقى يعني ايه حقن، هو الناس مش فاهمه برضو. بيجيلي بعض المرضى ومش متخيل يعني هدخل انت ده حاجه خطيره جدا فانا هاذي العصب، لا احنا شايفين قدامنا العدسه بتاعه الفلوروسكوب بتبين لي، بنحقن حاجه اسمها صبغه، عشان كده بنطلب فحوصات للمريض. الحقن دوت بيبين لي بيرسم القرص بتاع العصب بالظبط، فانا شايف مكان المشكله، المكان اللي حاصل فيه مشكله، وبحقن المواد المضاده للالتهاب الطبيعي. ويبدا هنا اكتشفنا خلاص ان الالم بدا، يبقى احنا عرفنا ان ده هو المشكله، مصدر الالم. مصدر الالم ممكن زي ما قلت حضرتك كده ناخد نتائج ايجابيه ونتائج علاجيه بتوصل ل 60-70% في بعض الحالات. طبعا اشهر الحالات بعض المرضى اللي عملوا عمليات تثبيت اصلا، دي برضو بيجي لهم في بعض الحالات الام ما بعد العمليات الجراحيه، التهاب في مكان التليف حول بالظبط كده، ويعمل لي اعراض برضو يقول لي انا عملت الغضروف وحصل هو في تليفات، التليفات دي خانقه مسار العصب فهي بتسبب ده. ايه تاني في الاساليب العلاجيه؟ عندنا في حاجه تانية برضو بعد ما شخصت المريض، ممكن نستخدم السونار لحقن العضلات زي العضله البايروفورمس اللي هي مسمى، ممكن استخدم باسلوب بسيط، دي بتتعمل يعني مش لازم نعملها في العمليات. هو بيبقى ايه حصل في العضلات دي؟ حصل شد مزمن او تليف في العضله في بعض الحالات، هذا التليف خنق معايا عرق النسا العصب ساتك وهو خارج، فبالتالي سبب لي الام. طيب الحقن هنا غلط ان احنا نحقن استرويد، غلط تماما، ما نحقنش كورتيزون في العضله خالص، احنا بنحقن اللي بنعمل هيدرو ديسكشن، بنفك ده، والاكسجين النشط، الاكسجين النشط بيجيب نتائج هايله. ممكن في بعض الحالات اللي هي شديده جدا زي ما قلت حضرتك كده ممكن اعمل معاها البي ار بي. البي ار بي في العضلات نفسها. طب انا عملت ايه في العضله خلي فيها الحاله دي؟ العيان نفسه بيقعد غلط، بيشد عضلي، ما بيريحش، بنشوفها كتير قوي في الناس اللي بتشتغل كتير، فبالتالي ما بياخدش وقت من الراحه، بيحصل تليف، اصابه في العضله نفسها،
زي ما قلت حاجة كده أشهر حاجة إن هو يحط المحفظة في جيبه، فبالتالي ده بيعمل دايما فيها تروما بسيطة كده إصابات. القعدة السواقة كتير برضو بتسبب ده، اللي بنشوفها كتير قوي في الناس اللي شغلها يعتبر قاعد على مكتب أو بيستخدم كمبيوتر أو، فبالتالي برضو بنشوف هذه الإصابة في العضلة الكمثرية بيحصل لها. هروح بعد كده الأساليب تانية علاجية، ما زلنا في الأساليب العلاجية، التردد الحراري بعد كده. التردد الحراري تقنية علاجية دي برضو مهمة، إن في بعض بعد ما شخصت المريض بتاعي وعرفت إن هو عندنا في مشكلة في الأعصاب، عبارة عن تقنية علاجية بنستخدم فيها موجات الراديو، راديو فريكونسي، إن هي موجات بتطلع من جهاز، الجهاز ده عن طريق إبرة بخش بيها على مكان العصب المصاب. في التردد الحراري نوعين عشان بس الناس تبقى عارفاها، في تردد حراري تحفيزي وهو نبضي، وتردد حراري اللي انا بعمل بيه الابليشن او الكي، وده بنستخدمه في المفاصل اكتر علشان نعالج بيه الالام او نقطع بيه اشاره الالم اللي بتطلع بيه اسلوب كرونيك. ده علاج بدل ما محقن حاجه ماده، لا احنا بنحط الموجات الترددية اللي هي الراديو فريكونسي في مكان المشكلة حوالين العصب المصاب، ممكن نعملها حوالين السياتيك نيرف في بعض الحالات اللي عرق النسا، للحالات اللي انا شايف انها مش جايبة نتيجة ان انا ما عملهاش على جذور العصب، لا ممكن اعملها على العصب نفسه، وبرضو بتجيب مع النتيجة ان هي بتريليس بتطلع لي المواد العلاجية اللي جوه العصب الاندورفينز والانكيفالينز، وبتعمل بتمسح بروتينات الألم اللي متكونة. طبعا بيكرر التردد الحراري، هو ليه فتره معروفه ان هو ممكن فتره دي تبقى 6 شهور، ممكن تبقى سنه، ممكن تبقى سنتين، ولكن بتقنيات علاج الطب التجديدي اضاف لده. يعني انا ممكن اخد المريض اللي عنده الم مزمن ونستخدم معاه نعمل تقنيه علاجيه بالتردد الحراري، بعد كده اكمل معاه بالحقن التجديدي فاخد نتائج افضل ونتائج اكبر وفترات اطول من الراحه والعلاج. واحد واسم مشهور جدا من اسماء العمود الفقري ومشاكله والغضاريف ومشاكلها يظل هو المتربع على عرش الاسماء، عرق النسا، او زي ما انتم بتنطقوه عرق النسا. اكتر مرض بيسيب كل الناس، بيسيب الشباب، بيسيب بشوفها في اللعيبه، بشوفها في الستات، بعض الناس الحوامل يمكن اكترهم بنشوف عرق النسا. ما فيش حد عايش او بيتحرك إلا لما يشتكي مرة من مرات بألام تشبه عرق النسا. كل دوت ألام أسفل الظهر ممكن تسبب ألام في عرق النسا، يعني ممكن يكون في المفاصل جرى فقرات، ممكن يكون مفصل الحوض الخلفي sacroiliac joint، ممكن يكون الكولونيال في عضلات ممكن تسبب برضو تخنق العصب وتسبب لي أعراض عرق النسا. المسكنات ده بتشتغل أقصى مادة مدة ممكن نستخدمها هي شهر مثلا، لكن أكتر من كده ده كده احنا هيبقى فيه تأثير على الكبد، تأثير على الكلى، تأثير دكاترة الكلى بيصوتوا بالمسكنات، لأن نسبة الغسيل الكلوي اللي بعد استخدام المسكنات نسبة مخيفة جدا في مصر. التشخيص السليم مهم، وحالة المريض، حالة المريض بتتوقف عليها ظروف المريض، بمعنى ان في بعض المرضى ما ينفعش يجرى معاهم تدخلات او يجرى معاهم جراحه، فمش هنسيبهم يتألموا. دي نقطه مهمه برضو، ان بعض الناس ما تقدرش تعمل او تخضع لعمليات جراحيه، فبالتالي التدخلات اوجدت بديل لده. مين اللي ممكن يخدع المريض؟ يخدع الدكتور كمان. بشوف اللي هو مش طبيب وبيقول على نفسه طبيب. اوبا انا الدكتور فلان، وتكتشف ان هو بروفيسور مش دكتور. رصة السنان ورسمة الاسنان دي بتنم عن سلوكيات البني ادم اللي قدامنا. التشخيص السليم، التكنولوجيا فيه شرط أساسي وركن ركين. بيهتم بأناقته، ما في حد بيبقى أنيق وسنانه بايظة. ما هو مش شكل بس، أنا عايز شكله وفانكشن وكل حاجة. من يقوم بعلاج الضب عن طريق الجراحة؟ الضب بسبب العظم ده لازم جراحة. الدكتور كريم مكادي
استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. اهلا بكم. دايما عالم الاسنان عالم مثير، عالم ممتع، له بريق خاص كده. هتستغربوا جدا لما اقول لكم انا بشوف مثلا نجوم، ناس مشاهير في الوطن العربي. لا ده النهارده هتكلم على العالم. تحس ان بينهم وبين الاسنان في بعد، مش مظبطين سنانهم، مش عاملين فيها تجميل، مش عاملين فيها تعديل، فيها عيوب واضحه جدا مش مصلحينها. استغربت بقى لما لقيت الكلام ده موجود في نجوم في هوليوود، يعني استغربت جدا. ده معناها انه العقليه اللي فيها يعني خوف من طب الاسنان او بعد عن طب الاسنان موجوده في كل حته. مش هيفرق بقى موجود هنا ولا موجوده في امريكا ولا موجوده في اوروبا. مثلا هوريكم بعض الصور في فنانين ما راحوش يعملوا اي اجراء في عالم طب الاسنان. من ضمنهم ممثل انجليزي اسمه ريكيب جيريفيز، طبعا مش من السوبر ستار اللي هنشوفهم دول كلهم الميجا ستارز، لان هم مجبرين ان وراهم ناس كتيرة قوي، بس ده من الناس المشهورين جدا. ده ممثل مميز جدا وأفلامه الحقيقة هادفة، لكن هنلاحظ انه ما فيش حاجة هي ماشي اوكي. في ممثل تاني امريكي اسمه جاري بوسي، ده برضو نفس الكلام. انا برضو انا بكون دول ممثلين امريكان مالهمش معملوش اي حاجة. انا بكون دي ممثلة شبه مشهورة عندها فراغات بين سنانها. كنيت هوارد برضو نفس الكلام، ستيف بوشيمي، كل دول بينهم وبين طب الأسنان. يعني ستيف بوشيمي مشهور الحقيقة، لا ده مشهور، ده أرماجديون وبتاع، لكن برضو مفيش، مش هروح أعمل خلاص، ده قصة دي دماغه. هل هم يروحوا ولا ما يروحوش؟ ده من ضمن الأسئلة. يعني هل أنا لو سناني طبيعية ما أروحش خالص ولا لازم أروح برضو أعمل شيك أب على أسناني؟ لكن بقى الناس اللي عندها مشاكل، يعني دول ما عندهمش، بيني وبينكم كنت متوقع أن أنا أشوف مشاكل كبيرة، لكن في ناس في مصر عندها مشاكل كبيرة، فراغات حكاية فلق السعد اللي عند بعض الناس خلاص سيبه زي ما هو. إزاي هو مش حاجة اسمها فلق السعد؟ ما هو ده عيب في السنان خطير جدا. تعالوا نقرب من هذا الكلام ونفهمه بالتفصيل النهارده، ونفهم حاجات كثيره جدا في حوار علمي راقي جدا ورائع جدا مع ضيفي العزيز، واحد من سوبر ستارز مجال طب الاسنان. وحاب بيسعدني جدا باسلوبه الشيق وبطريقته الجميله في شرحه التفصيل، وبالحاجه اللي انا بستمتع فيها بالحوار معاه اللي هو حاله الـ يعني التشويق والاثاره المحيطه بشرحه لاي حاله من حالات طب الاسنان، حتى في الحوار العلمي خارج الهواء واحنا قاعدين. دايما تحس ان هو انفولفد جدا باي مشكله خاصه بطب الاسنان. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور كريم مكادي، استشاري زراعه وتجميل الفم والاسنان، زميل كليه الجراحين الملكيه، عضو الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان، المبدع دائما. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا دكتور ايمن، والله انا ببقى مبسوط لما باجي مع حضرتك. احنا بنبقى سعداء وخصوصا بالشياكه. ربنا يخليك ربنا يخليك. اصل هنا الميزه ان البرنامج فعلا بيوصل معلومه كويسه، بيثقف الناس من غير ما نضحك على حد. يعني احنا هنا بنقول الكلام المظبوط، وبتهتم حضرتك بالناحيه العلميه جدا انها توصل للمريض او لعامه الشعب بطريقه بسيطه، فهو ده الجميل. انا اللي بشكرك على قبولك دعوتي ان انت بتدينا من وقتك، يعني صم بالليل اخر الليل. ربنا يخليك. احنا بنسجل اخر الليل خالص، لا اخر الدنيا كلها. اخر الليل واخر الدنيا واخر الدنيا. خلينا نبدا قبل ما نروح لتعويض الاسنان، هل في نجوم او ناس عندهم مشكله مع الدكتور؟ في ناس عندها مشكله نفسيه مع دكتور السنان، ان هي بتخاف جدا، ممكن يكون عندها باد اكسبيرينس حصلت لها من وهي صغيره، ممكن يكون من كلام الناس، ودي مش مشكله بتاعتهم بس، دي مشكله بتاعت حد هم عدوا عليه كان بيتعامل معاهم كانه بق بس، مش بني ادم كامل. يعني انا جاي اصلح الحته الفلانيه ماليش دعوه ده تعبان ولا مش تعبان، ما بستخدمش تكنيكس تقلل عليه الوجع. المفروض المريض ده بيخش يعمل شغله كله في اسرع وقت بدون الم خالص، هو ده الصح في طب الاسنان. لكن رايح جاي الم شغل يتعاد كذا مره، الكلام ده كله بيدي اكسبيرينس وحشه للمريض اللي بتخليه بعد كده يجري. هو لا فاضي ان هو يروح ويجي ولا فاضي عشان يجي يتالم. يعني تخيل حضرتك كده عندك ميعاد النهارده عشان تحس بالالم، لا مش طبيعي طبعا. لكن دلوقتي التكنولوجي وفي تكنيكس كتير جدا بتخلي الالم ده مفيش خالص. وخلي بالك برضو يا دكتور ايمن،
التروما. كل ما احنا بنعمل شغل مرهق للمنطقة اللي احنا شغالين فيها، كل ما التورم والألم بعد الشغل يبقى عالي. فلازم الدكتور يبقى بخلي باله كويس قوي ان هو يوصل لأعلى نتيجة في أقصر وقت مع أقل مانيبيليشن أو أقل شغل في المنطقة اللي هو شغال فيها. أنا عارف إن أنت واحد من المميزين في مدرسة الشرح للمريض، يعني حتى وأنا قاعد معاك بتقعد تشرح للمريض. عارف حضرتك يعني في ساعات لو في مثلا إنفكشن جامد قوي مثلا في درس وهو داخل يعمل عصب، بقول في عندنا مثلا حقنة بنج بتتاخد في قنوات العصب نفسها، بقول الدكاترة عندنا بتوع العصب انت وانت بتدي الحقنه اللي جوه القناه دي المريض ممكن يحس بحاجه خفيفه من الوجع، بس دي بتقضي على الوجع خالص لان مع الانفكشن البنج مش بيأثر بسهوله. لازم تقول للمريض انت هتحس بسنه وجع دلوقتي، عشان لو ما قلتلوش وتفاجئ بيها هيبقى تاثيرها عليه اكبر بكتير جدا. ويحس ان انت عارف كل الخطوات بالزبط. والمسار الطبيعي بالزبط. لكل شيء مش هيحس ان هو دخل في حته مش مفروض يخش فيها. من اكتر الحاجات اللي في مصر الناس بتطنشها ان يكون عنده سنه مفقوده، دي اوحش حاجه في الدنيا. احنا لما بنفقد السنه غير الشكل زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه، طبعا الفم او البق او الاسنان هي اول امبريشن الواحد بيقابله، يعني زي البدله والساعه والكرافات ماشي، السنه دي اول حاجه احنا بنشوفها. لما بتفقد السنه بتاخد فكره، والمريض بيسيبها مفقوده بتاخد فكره ان الراجل ده مش مهتم بنفسه، دي اول مشكله بتقابلك. تاني حاجه في مشكله وعمليات لو الغضروف اتقطع لا قدر الله ملهاش لازمة وعمره ما المفصل ده بيرجع تاني، كل ده عشان فقدنا ضرس أو سنة وما رجعناش عوضناها. هنا دي حالة من الحالات الحلوة قوي، الراجل ده كان فاقد فترة طويلة قوي أسنانه، بدأنا نزرع له عظم عشان حصل له تآكل في العظم، لأن احنا اللي بيحافظ على حجم العظم هي الأسنان اللي جواه، فبنبدأ نعوض له عظم تاني وحطينا له زرعات وفي الآخر بقى بالشكل اللي تحت ده. طبعا احنا هنا التكنيكس اللي احنا استخدمناها كانت مش تروماتيك خالص، يعني ما فيهاش شغل كتير. احنا دلوقتي بقينا وصلنا ان احنا بنحط زراعية من ملي، بنفتح بالليزر نقطة نحط منها زراعية وبنحط عظم حواليها من غير ألم ومن غير خياطة ومن غير أي مشاكل. فالمريض في الآخر ما يبقاش عنده بوست أوبرتيف بين، يعني الألم ما بعد العملية بتاعتنا، ودي أهم حاجة. دايما من الحاجات اللي احنا بنقعد نتناقش فيها كتير الأكياس الدهنية والخراج تحت الأكياس الدهني ده، لأنه كمان ده كونكتد ما بين مرضى السكر اللي هو عندنا مزبوط. وما بين الطب الاسنان مظبوط 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 جدا. الكيس الدهني الخراج هو اللي بيؤدي للكيس الدهني، يعني ده من اسباب الاكياس الدهنيه. الاكياس الدهنيه دي بتتطور لحاجه اسمها OKC، ده نوع من انواع الاكياس اللي بتعامل معامله الاورام. اتس سيست لايك تيومر، OKC ده اودونتوجينيك كيراتوسيست، كيس دهني يعامل معامله الاورام لان هو بيكبر بصوره صوابع بتتغلغل في العظم اللي حواليها، فمهما شلته يبدا يكون نفسه تاني وياكل العظم اللي حواليه. احنا دلوقتي طبعا بنقدر نعالج الكلام ده، بس انت ليه توصل له من الاول؟ يعني احنا في الاول ده كان بادئ بتسوس، التسوس ده وصل للعصب بدانا نحس بالم ما رحناش. لو احنا عاملين فولو اب اصلا كل 6 شهور التسوس ده كنا لحقناه. طب وصلنا للعصب مش هناخد انتيبيوتكس وانالجكسك ومسكنات وخلاص، لا احنا لازم نروح نتابع دايما حاله الفم كل 6 اشهر عشان خاطر ما نوصلش لمشكله زي دي. هنا دي زرعه فوريه، دي احنا الراجل خلع وحطينا الزرعيه في نفس اليوم بعد الخلع، وده اللي حافظ على حجم العظم اللي موجود جوه. لو ما عملش كده ايه اللي هيحصل؟ العظم هيكش، هيحصل الصور اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول ان بدا يميل الاسنان عشان تعوض الحته الفاضيه، عشان زي ما اتفقنا سنان في حاله حركه كل واحده سنده اللي جنبها. هنا الصوره دي فيها كيس دهني، هنا فوق باين الكيس الدهني قبل ما نشيله، تحت احنا شلناه زرعنا عظم حافظنا على السنه. مهمة قوي السنة دي زي الدراع، احنا لازم نحافظ عليها بكل الطرق، واخر حل هو الخلع، ولو اضطرينا للخلع يبقى نعوضه بزراعه. لكن دراعك ما ينفعش حد يقول لك هغيره لك بدراع تاني، صح ولا لا؟ طبعا ما ينفعش. طيب هنا ده كيس دهني تحت الضرس، احنا خلعنا اضطرينا نخلع الضرس ده وقمنا حاطين الزراعيه تحت دي وحطينا زرعنا عظم حواليها، حصل الهيلينج زي ما احنا شايفين، مفيش اي كيس دهني. الدايره السوداء دي هي الكيس الدهني اللي تحت الجذور بتاع الضرس اللي فوق. هنا الكيس الدهني حصل ليه بقى؟ بسبب علاج الجذور. علاج الجذور ده اتعمل بطريقه مش مظبوطه، او الدكتور اللي قفل عليه قفل على انفكشن لسه موجود، فبدات تكون بكتيريا اللي بدات تعمل ضغط على خلايا العظم، اللي هو اشتغل بنظام الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي ان العظم ياكل نفسه. في نقطه عايز اشرحها، تاكل عظمي اوستيوكلاست، يعني انا حاله مرضيه بيحصل فيها تاكل في المنطقه العظمية. انا دي عايز اشرحها شويه.
العظم بتاعنا بيشتغل بخاصيتين عكس بعض، حاجه اسمها اوستيو بلاستيك اكتيفيتي وحاجه اسمها اوستيو كلاستيك اكتيفيتي. بناء والهدم بالظبط. يعني مثلا لو واحد واحنا صغيرين وشنا كان صغير وشنا كبر ازاي، بدا يزود عظم من بره وياكل نفسه من جوه، فسمك العظم نفسه ما اتغيرش كتير بس الوش كبر. احنا بنستفيد من الخاصيه دي في طب الاسنان في كذا حاجه، وهي بتعمل معانا مشاكل في حاجات تانية. نستفيد منها في ايه؟ في التقويم مثلا، لما نعمل ضغط بمقدار معين على السنه اللي هو بيترجم بضغط بمقدار معين على العظم، بياكل نفسه من الناحيه اللي حصل فيها ضغط ويزود نفسه من الناحيه الثانيه. تمام. القصه دي لما بيحصل صديد، كميه صديد بتبدا يخلي العظم يشتغل بالاوستيوكلاستيك ان هو ياكل نفسه. هنا شايف حضرتك الحته البيضه دي، الحته البيضه دي كانت كيس دهني قاعد ياكل في العظم لحد ما اتبقى ال 3 مللي من الفك اللي تحت دول، يعني تحت الدايره الخضراء في 3 مللي عظم، ده كان بس. فكان الفك اصلا مهدد ان هو يتكسر واحنا بنشيل كيس دهني. وده كان اودونتوجينيك راتوسيست، بنشيله بطريقه معينه، ندخل الليزر بطريقه معينه بعد ما نشيل الكيس الدهني ده، وزرعنا عظم. ده الهيلينج بتاعه، ده العظم اللي احنا زارعينه اللي لونه ابيض ده. بس احنا زرعنا هنا كميات كبيره عشان خاطر نرجع الفك لحالته الاولانيه، ودلوقتي احنا حطينا فيها زرعات كمان. المره الجايه هجيب لكم الاكس راي واسنانه كامله. ده برضو كيس دهني تحت السنان الاماميه اتعالجت بطريقه مش مظبوطه، موجود فوق في الاكس رايز. الدايره السوداء اللي تحت الجذور ده كيس دهني، هنا تحت ناحيه الشمال احنا شايفين زي حفره كبيره. الحفره دي بعد ما احنا شلنا كيس دهني حطينا العظم وقفلنا ناحيه الشمال. مهم قوي ان احنا ما نسيبش الكيس الدهني ده، احنا كده هنا حافظنا على السنان، شلنا كيس دهني وحافظنا السنان. لو سيبناها شويه السنان دي كلها مش هنقدر نحافظ عليها، هتبقى كلها بتتلخلخ ومش هنقدر نحافظ عليها. غير طبعا ان هو ممكن يقلب لاودونتوجينيك راتوسيست اللي احنا قلنا عليه، اللي احنا قلنا انتهى الخطوه، اللي احنا قلنا عليه بيتعامل معامله كانه ورم، لكن هو مش ورم، هو مش ورم بس يعامل كانه ان هو بيرجع مره تانية ويعدي الحتت اللي حواليه وبياكل العظم، فبتضعف المنطقه اللي ممكن تؤدي الى كسر الفك اصلا. عندي سؤال عايز اساله لك، هو سؤال من يعني من الشارع، من القهوه. ناس قاعده على القهوه، واحد بيسال التاني يقول له انت هتعمل زراعه؟ طب ما تعملها بكذا. يتكلموا على الفلوس يعني. قالوا لا يا عم ده ما تسترخص، هي كله اسمها زرعة، مش كله حاجة هتزرع في العظم. ده كلام الناس على فكرة. دي مشكلة كبيرة جدا بتقابلني كتير، تقابلني الناس تيجي تقول لي ما هو فلان أو حتة تانية بتعمل الزراعة بكذا. طب حضرتك عرفت نوع الزراعية ايه؟ في دلوقتي زراعات مجهولة الهوية بيتحط عليها ليبل ان هي ألماني مثلا أو أي كانت الجنسية، وهي ممكن تكون أصلا من بلد تانية ومتعلبة هنا هو. تمام؟ مشكلة بقى ايه؟ ان احنا لما بنحط الزراعية بيحصل لنا مشاكل تانية. زراعية اللي مش مظبوطة تعمل تآكل في العظم شديد جدا، انت بدل ما انت بتصلح بتدخلنا في مشكلة تانية، ان انت فقدت العظم بتاعك، ونبدأ نشيل اكياس دهنية بسبب الزراعية اللي اتحطت. يعني انا في اكس رايز هوريها لحضرتك دلوقتي بتبين لي ان العظم كان كويس بعد ما اتحط الزراعية. هنا الزراعية اللي تحت دي حواليها اسود كل ناحيه، من كل ناحيه حضرتك شايف ملها نزل، يعني ما تحس انها كلت العظم. شايف حضرتك الاسود ده تاكل عظم حوالين الزراعية. ده بسبب ايه؟ ان الزراعية دي اصلا مش زراعية كويسه. يعني هي اتحطت في مكانها، الدكتور كان عنده عظم كامل، يعني الخط الاسود اللي تحت ده عصب الفك. يعني احنا بعيد عن عصب الفك بحوالي هنا 14 مللي. 14 مللي ده رقم كبير جدا في الزراعه نقدر نزرع فيه. يعني احنا في حاجات بنزرعها في 6 مللي، يعني احنا 14 يعني عندنا خير كتير. انت ضيعت لي 3 ارباع العظم ده بسبب زراعية مش مظبوطه، بسبب ان المريض نفسه استرخص، وهو اللي هيعاني بعد كده. يعني المشكله ان هو اللي هيلاقي المشاكل بعد كده. انا دلوقتي انا وحضرتك معانا عربيه، تمام؟ حضرتك قلت لي انا معايا عربيه ثمنها مليون جنيه، وانا قلت لك انا معايا عربيه ب 200,000 جنيه، تمام؟ الاثنين عربيات، ينفع اقول لك اتضحك عليك؟ ما ينفعش. ما ينفعش اقول لك ان العربيتين هيعيشوا زي بعض، ما ينفعش الكلام ده كله. طبعا انا بتكلم بعيد شويه، بس هي نفس المثل، هو المثل في كل حاجه، مش بس هنا. بص حضرتك شايف الخرم اللي موجود ده؟ الخرم اللي موجود ده المفروض الزراعيه بتحفز العظم ان هو يبني عليها. يعني الزراعيه عامله زي المغناطيس، التيتانيوم عامه عامل زي المغناطيس، مع معالجه السطح بتاعت الزراعيه بتسحب عشان خاطر العظم يبني عليها، وده اللي اسمه اوستيو انتجريشن او تكون العظم على الزراعيه. هنا احنا عندنا بقى في خرم كبير بسبب تآكل العظم، طبعا ده لازم بيقعد يتنظف ويتزرع له عظم مره ثانيه عشان خاطر نرجعه مره ثانيه للاول، وده بيأثر على السنان اللي حواليه. يعني انا لما احط زراعيه نص نص هتأثر على السنان اللي حواليه، هتاكل في العظم اللي حوالين السنان السليم، نخش في مشكله ملهاش لازمه. نورت وشرفت وابدعت.
ضيف العزيز الاستاذ دكتور كريم مكادي استشاري زراعات وتجميل الفم والاسنان وزميل كليه الجراحين الملكيه عضو الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان واحد من سوبر ستار هذا المجال كان مبدعا في واحده من حواراتنا لعنوانها ارجوك ما تبقاش فهلاوي على اسنانك خليكوا دايما مع الناس الحلوه.